لم يقوم بإجراء عملية تحويل مسار لمريض بيعاني من أنيميا. ما ينفعش تجري جراحة لمريض الهموم بتاعه أقل من 10. عملية تحويل المسار العلم بيقول إن ليها مقاسات معينة، إذا تم تغييرها تفشل العملية وتسوء النتيجة. إحنا مش بنعمل جيب من المعدة أي جيب، مش بنعمل تحويل أي تحويلة، مش بنعمل أي مقاس. لا يمكن العملية تنجح لو كانتش الحاجات دي معمولة بشكل مظبوط. الأستاذ الدكتور أحمد إبراهيم، أستاذ جراحة السمنة بكلية الطب جامعة عين شمس، رئيس مجموعة جراحة السمنة بالقسم المصري لكلية الجراحين الأمريكية، سكرتير عام الجمعية المصرية لجراحات السمنة. أهلا بكم. إحنا في كأس العالم خدنا المركز قبل الأخير، تمام، كلنا عارفين الكلام ده، وللأسف خدنا المركز الأول عالميا في سمنة البالغين. إحنا رقم واحد في العالم، بس فين؟ في سمنة البالغين. في دراسة يعني أجريت يعني أعدها فريق مكون من 2300 متخصص لمعهد مقاييس وتخريم الساحة في جامعة واشنطن، قالوا إنه هذه السمنة متوزعة على العالم بطريقة مخيفة للغاية، وقالوا انه ما يقرب من 4 ملايين شخص، ده من ضمن كلامهم، توفوا في عام 2015 اثر الاصابة بمرض له صلة بالوزن. يعني اللي توفى مثلا بجلطة في القلب، الوزن، بجلطة في الاوعية الدموية الموصلة للرئة، في الشريان الرئوي يعني، الوزن، سرطان ثدي او سرطان قولون، الوزن، سرطان معدة، الوزن. الله، لو انه القصة عادة طبعا السبب الاول القلب، ده القلب هو رقم واحد. كمان الدراسة دي كانت فترة طويلة جدا، الدراسة دي قعدت من الدراسة دي امتدت في 35 سنة من سنة 1980 الى 2015، اللي شملت 195 دولة حول العالم. قالت انه ما يقرب من 2.2 مليار من الاطفال والبالغين بيعانوا من اثار زيادة الوزن. زيادة الوزن يعني حاجات مخيفة جدا، لانها الامريكان كمان من الناس المتقدمين في زيادة الوزن، لكن احنا المركز الاول عالميا، ده شيء مخيف. احنا المركز الاول رغم ان احنا بلد فيها مشاكل اقتصادية كبيرة، ده معناها برضو ان زيادة الوزن مش مرتبطة بالفلوس. يعني في ناس، ولذلك حاجة غريبة، يعني انت بتلاقي ناس فقراء جدا وعندهم زيادة في الوزن، ما بياكلوش لحمة غير كل قد ايه، بس عندهم زيادة في الوزن. برضو من اسرار يعني كان زمان قوي، واحنا يعني الكلام ده في الثلاثينات والعشرينات من القرن الماضي، كان زيادة الوزن مرتبطة بالفلوس. يعني يقول لك شوف فلانة ماشية تخينة وبتاع، تعرف ان اهلها بيصرفوا عليه، كان الواحد يروح يتجوز واحدة تخينة عشان كده. فده يعني ده معناه ان السمنة خطر شديد جدا. تعالوا النهاردة نتكلم على السمنة قبل ما تكون جراحة وبعد ما بقت جراحة. ما بعد الجراحة ده كلام مهم النهاردة بقول، لكن لازم أبدأ بالسمنة كيف هي خطر. النهاردة ضيف من القمة العلمية الكبيرة، قمة علمية كبيرة في عالم جراحة السمنة، واحد من الكبار على المستوى المصري، اسم عالمي كبير، بنفتخر جدا بحصولنا على ختامات وقبول الاستضافة والحوار معه، وبيسعدنا جدا أن يكون هذه القمة في عالم الجراحة كمهارة وفي عالم العلم المرتبط بهذه الجراحة كمعلومات دقيقة للغاية، تخلي أي حد بيتكلم عن جراحة السمنة بشكل سطحي أكيد يعيد حساباته كثيرا جدا. القمة الأمل الكبيرة أستاذنا الأستاذ دكتور أحمد إبراهيم، أهلا بيك. الحقيقة دايما الحوار معك ممتع للغاية كمان، وفي نقطة أنه بيوصل رسالة لأولئك الذين يبسطون جراحة السمنة لدرجة مخلة، درجة تضر بالفيلد، يعني لا التخويف، التخويف مفيد ولا كمان التبسيط مفيد. عايزة قبل ما اروح ما بعد جراحات السمنة
بنتكلم على احنا المركز الاول للاسف. احنا في كار... وبعدين ليه الفقراء طب الغلابه كمان عندهم سمنه؟ وده زي ما انت قلت بيدل على ان السمنه بتصيب كل الاوساط كل المجتمعات. يمكن التخلص من السمنه بيحتاج ماديات، يمكن الخروج من مأزق السمنه يعني اسهل شويه عند الطبقات الفوق المتوسطه، يمكن اللي تحت المتوسطه تجد صعوبه. يمكن برضو تنويعه الاكل، الاكل اللي بيزود الوزن غالبا النشويات، ودي غالبا هي حاجات دايما سعرها في المتناول يعني، يعني العيش والرز والمخبوزات دايما هي اكثر حاجات بتبقى موجوده. كمان برضو عدم الاهتمام بالرياضه، بالحركه، كل دي حاجات ممكن تكون موجوده اكتر في الطبقات اللي تحت المتوسطه مش الفوق المتوسطه. وده يدلك على انه العالم كله بيشهد هذه الموجه يعني. حتى احنا كنا دايما بنعتقد ان منطقه جنوب شرق اسيا الصين وكده هي مناطق بطبيعتها لا تسمح بزياده الوزن، بس حضرتك عارف ان مدينه مثلا زي شنغهاي كانت نسبه عدد السمنه فيها اقل من 5% لحد سنه 1980، دلوقتي احنا بنتكلم على 36%. واضح ان في حتى في الدول اللي احنا كنا معتقدين انها مش هتاثر قوي بسهوله بالسمنه، نتيجه برضو طبيعه الجينات بتاعتهم، طبيعه التغذيه واللايف ستايل بتاعهم. فواضح ان هي السمنه هو وباء اجتاح العالم كله. السمنه وباء اجتاح العالم كله. طب عايز ابدا الاول على العمليه نفسها. ناس كتير جدا بتبقى مش فاهمه ان المناظير ليها قيمه كبيره. وبرضه هسال السؤال الكلاسيكي، انت بالناس اللي بتتكلم على الجراحه المفتوحه دي وللاسف رمت كارثه في دماغ الناس ومشيت، حتى يعني ما اعتقدش حتى حد يجري دلوقتي يتكلم على الجراحه. لا يعني انا برضه ده كلام حقيقه يعني، قصدي هو لا يمكن في العصر اللي احنا فيه دلوقتي في 2018 ان احنا نبدا نقلل من او يعني نبدا نسال الجراحه التقليديه احسن ولا النظيف. لا طبعا. زي بالظبط زي ما تكون تسالني تقول انا مسافر الهند اركب جمل ولا اركب الطياره؟ ما يعني التجد لا توجد. انا هل معنى كده ان الجراحه التقليديه انتهت؟ لا، الجراحه التقليديه عمرها ما تنتهي. وفي حاجات الى الان ما زلنا احنا بنحب نعملها حتى بالجراحه التقليديه، انما في على عكس ما هو متوقع كل ما الوزن يزيد كل ما استخدام المنظار بيسهل التدخل الجراحي وبيحسن النتائج عن الجراحة التقليدية. فالمنظار هو تطور، وبالتالي مفيش حد يقدر يقف قدام التطور. جراحة المناظير حتى جراحة المناظير نفسها في خلال ال 20 سنة اللي فاتت تطورات مذهلة. المنظار اللي كان من 20 سنة بيعتبروه عجبة، دلوقتي أنت لو شفته هتلاقيه حاجة يعني قديمة جدا. طبعا بين المنظار والجراحة المفتوحة كواليتي. لا، كان حتى جراحة المناظير كمان تطورت في خلال 20 سنة اللي فاتوا تطورات مذهلة. احنا دلوقتي بقى عندنا يعني كان زمان عندنا آلات 10 مللي، وبعدين بقت 7، وبعدين بقت 5. الموجودة دلوقتي في معظم الوقت عندنا آلات 3 مللي، 2.7 عندها القوة انها تستحمل يعني كل آلة ما بترفع كل ما يبقى محتاجة صلابة أكتر عشان تقدر نشتغل بيها. عندنا دلوقتي آلات 2.7 و3 سنتي و3 مللي موجودة. ده بيقلل حجم الجروح، بيخلي شكل الجروح احسن، بيخلي النتائج احسن. حتى الكاميرا عندنا كاميرات دلوقتي 4K وهاي ديفينيشن والترا هاي ديفينيشن، بتخلي الصوره رائعه، تكبير اب تو 3 و4 مرات، بيخلي الامور الجراحيه اسهل كتير. حتى كمان النور احنا لازم ننور جوه، طبعا بنستخدم حاجه اسمها كود لايت، وده حاجه مهمه جدا نستخدمها في جراحه. هو ده الاحياء جراحه المناظير حقيقه دور بارد عشان خاطر درجه الحراره جوه ما ترتفعش. احنا برضه عندنا تطور كبير قوي في الـ في الـ في الاضاءه. فدايما هل احنا وصلنا لاحسن صيغه لجراحه المناظير؟ اكيد لا، يعني بعد 10 سنين من دلوقتي اكيد اللي احنا بنشتغل بيه دلوقتي هيبقى برضه بالنسبه لهم حاجه قديمه. فمفيش حد يقدر يقف قدام التطور، مفيش حد يقدر يوقف قطار التطور العلمي. طبعا جراحه المناظير موجوده وهتستمر وليها يعني الاستخدامات بتاعتها، وجراحه التقليديه برضه ليها الاستخدامات بتاعتها. بعد الجراحه او خلينا نقرب من المريض شويه، ايه الحاجات اللي لو عملها تبقى مشكله؟ ايه الممنوع عليه بعد جراحه سواء تحويل او تكميم؟ هو ده يتوقف هي على الفتره الزمنيه، يعني مبدئيا اي عمليه معمول فيها تصغير للمعده، وهي زي ما انت عارف ان كل العمليات بتاعتنا فيها جزء تصغير المعده.
هيبقى عندنا شويه ريستريكشن او شويه ممنوعات من ناحيه الاكل في الفتره الاولانيه. فعاده بنبدا بحاجه اسمها السوائل الشفافه اللي هو الميه والشاي واليانسون والنعناع، الحاجات اللي هي والشوربه الشفافه خالص. دي بتقعد يوم واحد اللي هو اول يوم يسمح له بالشرب غالبا بتبقى سوائل شفافه. وبعد كده بنبدا حاجه اسمها السوائل الكامله، السوائل الكامله اللي هي زي اللبن ولبن الرايب والزبادي وانواع ثانيه بقى من الشوربه زي شوربه العسل، زي شوربه توميتو سوب، شوربه طماطم، شوربه مشروم، شوربه اي شوربه بالمواصفات الاعتياد انها تكون بلندد يعني مضروبه في الخلاط مفيش فيها قطع، وان تكون ما فيهاش دسم خالص لا سمنه ولا زبده ولا زيت، وما يكونش فيها توم لان التوم بيعمل اريتيشن جامد للمعده الفتره الاولانيه. بيعمل استثارة للمعدة. بيعمل استثارة للمعدة وبيهيج المعدة وبيخلي فرصة الغثيان أعلى. فإحنا ما بنستخدمش هم دول الحاجات الرئيسية. على عكس الناس ما هي معتقدة إن هي دي فترة العصاير، ما بنحبش العصاير خالص لا بالنسبة للتكميم ولا للتحويل الفترة الأولانية. العصاير أكيد بتعمل دامبنج اللي هو الدوخة والهبوط الشديدين اللي بيجوا بعد عمليه التحويل وموجودين برضو بعد التكميم لو اتعملت باللي هو بالامتكتو، يعني لو اتشال الجزء من المعده اللي بيخلي الاكل يتجه مباشره الى الاثنى عشر. ده احد التعديلات المهمه اللي اتعملت في التكميم في خلال السنتين ثلاثه اللي فاتوا عشان خاطر تخلي كمان يبقى في حاجه شبه الدامبنج كده موجوده في التكميم او شبه الدوخه بتاعت الحلويات، وبالتالي المريض هيقعد على هذه الانواع من السوائل اللي هي زي ما قلت لحضرتك اللبن والشوربه مينلي. واحنا كمان منقيين اللبن والشوربه عشان هم دول اعلى مجموعه من السوائل فيهم بروتين. وبالتالي هيقعد عليهم لفوت حوالي اسبوعين تقريبا او من 10 ايام لاسبوعين. وحضرتك هتلاحظ ان المسافات في التحويل يمكن اقل شويه من التكميم، التكميم يعني مثلا في التحويل بنقعد 10 ايام، في التكميم بنقعد اسبوعين. وبعدين بننتقل بعد كده لمرحله السيمي سوليد، السيمي سوليد اللي هو اكل مهروس زي مثلا فول مهروس، زي بطاطس مهروسه، زي مثلا جبن، زي بيض مهروس برضو مع جبن. بعدين بندخل الجزء الثاني اللي هو اللحوم المفرومه زي اللحمه والفراخ والسمك والتونه المهروسه. وبعدين اخر حاجه بندخلها او بنحب ندخلها هي النشويات اللي هي المجموعه اللي بتنفش بقى اللي هي رز والمكرونه والعيش، لان دي طبعا النشويات بتنفش. وبالتالي لو المريض ملى الجيب بتاعه كله بنشويات وبعدين انتظر وقت هتلاقي المعده فبننتظر الى ان يبدا الورم يخف شويه، لان المعده بعد التدبيس على طول سواء كان تدبيس او تكميم او تحويل تستخدم برضو الدباسه وفيها في جزء تدبيس في الموضوع. فبنستنى لحد المعده ما تهدى شويه، وده بياخد له غالبا حوالي 5 اسابيع 6 اسابيع قبل ما نسمح بتناول بقى الحاجات اللي فيها نشويات زي العيش والمكرونه وكده. مش عايزين نتحدى العمليه لا، ما ينفعش حد يتحدى العمليه، ولازم كل واحد يعرف ان البروجرام ده مش معمول لنزول وزن، البروجرام ده معمول ليه ان كل حاجه تبقى ماشيه في الاطار اللي احنا عاوزينه من ناحيه ان اللاين بتاع التدبيس بتاعنا يبقى ستيبل وثابت، ما يحصلش ضغط على جدار المعده في المرحله دي. يعني دي كلها حاجات ليها علاقه بالعمليه نفسها مالهاش علاقه بنزول الوزن. تبدا التعليمات دي موجوده جزئيا لحد الشهر الثالث. بعد الشهر الثالث المريض هيسمح له بان ياكل اكل عادي مع التنبيه عليه في حاجتين. اول حاجه المرضى اللي عاملين تكميم لازم يعرفوا ان روح العمليه هو في كميه الاكل ونقطه ضعف التكميم في السوائل اللي فيها سكريات كتير. وبالتالي هنرجو المرضى ان هو يراعي انه العمليه هدفها الاساسي او يعني ديزاين مخصصه للمرضى اللي للاكل مش مخصصه للشوكولاته والحلويات وكده. في الجزء الثاني التحويل هنحذر المرضى بتوعنا من الدامبنج، من انه ما ياخدش اي حاجه فيها سكريات عشان ما يحصلوش هبوط ودوخه. الحقيقه الدامبنج دي حاجه بتحصل بعد حوالي من 5 ل 10 دقائق بعد الاكل اللي فيها سكر كتير اكتر من 30 جرام او فات اكتر من 15 جرام. وبتقعد لها حوالي تلت ساعه نص ساعه عباره عن شويه عرق ودوخه وهبوط، والمريض ولازم يكون فيها شويه عرق وضربات قلب سريعه، وبتقعد لها حوالي 20 دقيقه 30 دقيقه وبعدين تبدا تروح لوحدها. فهنا بنبدا ننبه المرضى بقى، ودايما انا بقول لكل الزملاء الجراحين انه دايما يحاول يربط للعيان او للمريض اعراض الدامبنج بالسكريات. يقول له خلي بالك. يعني شوف ناس كتير قوي ما حدش قال لهم حاجه، هم معتقدين ان عندهم مشكله في القلب، ضربات القلب بتبقى سريعه احيانا لوحدها، فبيروح يكشف عند دكتور قلب، دكتور قلب بيعمل له رسم قلب وبعدين القارئ يعمل له قسطر على القلب، كل ده ما حدش قال، بس ده اسمه دامبنج، وان الدامبنج ده له علاقه بكميه السكريات اللي هو بياكلها في اليوم. فالمهم جدا انك تربط للمريض، لانه هو هدف العمليه التحويل الحقيقه على مدى بعد 5 سنين و7 سنين من العمليه تلاقي اللي عاملين تحويل مسار عنده ازمه مع السكريات مع الحلويات، تلاقيه هو كان بيموت في العصاير فيها سكر دلوقتي، ولو كانت حاجه فيها سكر يبدا يتوتر. لما
لما تروح اوبن بوفيه ولا حاجه تلاقي العميل تحويل ما يبصوش خالص ناحيه الجزء بتاع الحلويات، لانه عارف ان ده هيبقى، عشان نوصل للمرحله دي لازم نربط المريض كل مره ياكل فيها سويتس او حلويات بالدامبنج، لازم نربطهم ببعض. تمام. طب معلش قول لي انت اكلت ايه قبلها ب 10 دقائق او بربع ساعه، نديك حاجه بتبص صغيره. اوكي. برضه الناس هتلاحظ ان الدامبنج ده بيزيد ويقل على حسب فاكتورز ثانيه، يعني لو انت مثلا الجي اي تي او الجهاز الهضمي فاضي من الاكل خالص بقاله مثلا 6-7 ساعات زي في رمضان، هتلاقي اشهر موسم عندنا للدامبنج هو رمضان. او المريض اول ما بيفطر غالبا على، والاكل في رمضان كمان للاسف بيبقى دسم اكتر من الطبيعي، فدايما الشكوى بتاعت الدامبنج بتيجي في بدايه في رمضان مع اول معلقتين شوربه فيهم طبقه سمنه قد كده، المريض يبدا يدوخ ويعرق ويهبط ويبدا العرق والهبوط الموجود. احنا هنا بنعتبر الدامبنج هو اهم تطور حصل في جراحات السمنه في خلال الفتره اللي فاتت. اولا ان هو مش مؤذي، يعني هو ملوش مخاطر، هو بس حاجه مش لطيفه يعني بتحصل للمرضى. تاني حاجه هي دي الحاجه الوحيده اللي بتقدر تخلي المرضى تعمل لهم تغيير مستمر في عادتهم الغذائيه. يعني حجم المعده ممكن يوسع شويه مع الوقت، التقليل المصاص بيتحسن برضه شويه مع الوقت، انما الدامبنج ما بيتحسنش والدامبنج يفضل موجود. وكمان احنا بنحبه، احنا بنحبه طبعا. هو بيقوم العيان، احنا كمان بنحبه لدرجه ان احنا بدينا نفكر ازاي نبقى في شويه دامبنج في التكميم، وبالتالي بدينا ان احنا نشيل جزء اكبر من اخر جزء من المعده، يعني كنا بنسيب حوالي 6 سم من البايلور، دلوقتي 4، دلوقتي احنا بنسيب 2 سم فقط من فتحه البواب عشان نخلي الضغط جوه القناه الاخرانيه بتاعت المعده يزيد شويه، وبالتالي الاكل يخش مباشره على الامعاء عشان يحصل اول ما تاكل انت سكريات عقاب. بالظبط. عقاب. وهو بيحصل في الاول شويه غثيان، شويه ضربات قلب سريعه، عرق، فانت تبقى عارف ان الحلويات هي اللي عملت فيك كده. وده بيحصل في التكميم دلوقتي. انما الحقيقه في التكميم ملوش استمراريه قوي زي التحويل، يعني سنتين ثلاثه وبيبدا يختفي الدامبنج، في التحويل لا بيستمر، بالعكس ده ممكن في بعض الاوقات كمان بيزيد مع الوقت. عايز اتكلم على ما بعد العمليه، ايه اللي بيحصل في السكر؟ هيقل على طول؟ هيتحسن على طول؟ الضغط متلازمه توقف التنفس او تاثر التنفس ليه بتحسن على طول كده؟ متلازمه توقف التنفس هي بتحسن يعني او مثلا بعد حوالي 4-6 اسابيع تقريبا في المتوسط، وده بيبقى له علاقه بتراكم الدهون داخل منطقه الفارس، داخل منطقه الحلق، وبالتالي لما يبدا هذا الموضوع يبدا يهدى، يعني نسبه الدهون تبدا تقل شويه، لانه هي تغيرات بسيطه في نسبه الدهون بتحسن قوي من متلازمه توقف التنفس. ده بالنسبه لي السليب ابنيا سندروم. بالنسبه لي السكر لا يتوقف عنه العملية. تمام. لو احنا عملنا تكميم احنا متوقعين هنا ان تحسن الوزن هيبقى تحسن السكر مرتبط بنسبة نزول وزن، وبالتالي كل وزن ما ينزل كل ما السكر يتحسن، واحنا عارفين ان الدراسات بتقول ان حوالي 20% نزول في الوزن ممكن يخلي المريض يشفو من سكر النوع الثاني، فاحنا بننتظر الى ان المريض ينزل حوالي 20% من التوتال ويت بتاعه، يعني مثلا كان وزنه 100 بقى وزنها 80، هنا بقى نبدا نشوف هل قد ايه درجه التحسن اللي حصلت في السكر. احيانا بننتظر لحد ما ينزل كمان 10% 70، ده له علاقه برضه بالفتره الزمنيه اللي هو كان فيها السكر. بالنسبه لتحويل المسار الموضوع مختلف، لان تحويل المسار بيشتغل برضه احد الميكانيزمات اللي بيشتغل بيها تحويل المسار هو نزول الوزن. تمام. برضه مش لازم ان احنا ننسى حاجه زي كده، انما هو كان بيشتغل عن طريق انه بيزود افراز او بيربط افراز هرمون اسمه جي ال بي 1، ده مجموعه من الهرمونات اللي بتبقى تطلع من الجهاز الهضمي ربنا عملها عشان تخاطب البنكرياس مباشره، وبالتالي لما بيحصل بيكون موجود سكر او نشويات في الجهاز الهضمي هذه الخلايا بتحس بدرجه السكر الموجوده وبتبعت رسائل الى البنكرياس عشان يعمل حاجتين، اول حاجه انه يزود الافراز بتاعه على ضوء احتياجات الجسم المستقبليه، لان هذا السكر لسه في الجهاز الهضمي لم يمتص بعد للدم، والحاجه الثانيه انها تظبط توقيت افراز الانسولين. من الحاجات اللي بيحصل فيها خلل في السكر النوع الثاني مباشره هذا اللينك، هذا الوصله اللي ما بين الجهاز الهضمي والبنكرياس، دي عيون البنكرياس جوه الجهاز الهضمي. البنكرياس بيبقى شايف اللي موجود جوه الجهاز الهضمي، وبالتالي الافرازات بتبقى فيها شويه خلل من ناحيه التوقيت، يمكن في ده بشكل اوضح، من ناحيه الكميات كمان برضه بشكل يمكن مش اوضح قوي زي التوقيت، وبالتالي تظبيط هذا اللينك تاني او الاكسس تاني اللي هو الوصله ما بين الجهاز الهضمي وال
البنكرياس بتصلح يعني بتساهم كبير قوي في تصليح السكر في الفتره الاولانيه. انما من المهم جدا برضو ان احنا نؤكد تاني على ان برضو من الطرق المهمه اللي بيشتغل بيها تحويل المسار هي نزول الوزن، لان طبعا انت عارف مقاومه الانسولين، وزي ان في بعض انواع الدهون اللي بتبقى موجوده حوالين مستقبلات الانسولين في الانسجه بتخلي قدره الانسولين على الالتحام بالمستقبلات ما هياش كويسه قوي، او حتى لما بيلتحم بالمستقبلات كمان الرياكشن اللي بيطلع نتيجه استقبال الانسولين في المستقبلات ما يبقاش بنفس الفعاليه. السكر احنا عارفين طبعا الانسولين احد مهامه الاساسيه انه يدخل السكر جوه الخلايا، وبالتالي رغم ان مرضى السكر عندهم السكر عالي في الدم الا ان عندهم نقص في السكر جوه الخلايا. فكل ده حقيقه بيزود مع نزول الوزن، وبالنسبه للتحويل المسار ليها دايركت افكت على او ليها تاثير مباشر على الاكسس بتاع الجهاز الهضمي. هل ممكن يعود الوزن لزياده بعد العمليه؟ يعني يعني ممكن خلاص، انما ده اكيد له اسباب. فلو اتكلمنا مثلا على التكميم خلاص، ان دي اشهر حاجه الناس بتتكلم فيها الفتره الاخرانيه هو الانتكاسه اللي بتحصل بعد التكميم في ناحيه الوزن. عايز اقول المرضى اللي عاملين تكميم ده مش مظبوط خالص. الارقام الدوليه في التكميم على بعد 5 سنين بعد العمليه لاحظت استابيليتي تقريبا قريب من التحويل، مش نفس الدرجه، ثبات ثبات في النتائج، يمكن اضعف في التحويل سنه بس مش اضعف كتير حقيقه. وبالتالي العمليه ثبات الوزن او زياده الوزن ليها علاقه بحاجتين، يا اما حجم المعده يا اما سوء نوعيه الاكل. حجم المعده ده معنى كده ان في حاجه غلط في العمليه الاولانيه، يعني يا اما الجيب اللي اتعمل كان اكبر من المعايير اللي احنا بنشتغل بيها دلوقتي، او الجيب كان فيه مناطق معينه لازم يعني لازم تتشال، ما تشالتش بشكل المناسب، يعني في حاجه في العمليه ما كانتش بالشكل المناسب. وده المريض هيعرفه انه يلاحظ ان هو بعد 3 شهور بياكل كميه اكل مثلا اكبر من الكميات المقرره له. يعني مثلا لو اي مريض بعد مثلا حوالي 2 3 شهور قدر ياكل ربع فرخه او 4 5 معالق رز في وجبه واحده، لا يبقى في حاجه في الجيب معموله غلط. الجيب ده مش ده الحجم المناسب للجيب. تمام. او انه لا، هو حجم الجيب حجمه كويس قوي والمريض بياكل كميات اكل قليله، بس هو قرر ان هو بياكل شوكولاته مثلا 7 8 مرات في اليوم، بياخد غير عاده شوكولاته وعمال بيسنيك على العمليه بحيث ان هو بياكل كميات سوء. في فرق كبير بقى بين علاج الاثنين. تمام. لو المعده حجمها كبر بشكل لا يسمح بنزول الوزن اكثر من 120 سنتي مكعب، وسواء كان ده نتيجه ان المعده المريض بدا بحجم او الجراح عمل حجم كبير شويه، او اتعملت بحيث ان ما كانتش متساويه قوي في اجزاء فضلت كولكتيف على بعض عملت حجم، ده يعني قد يجوز هنا ان احنا نعمل اعاده تكميم. تمام. يعني ان احنا نشيل الجزء الزايد من المعده ونظبط التكميم بحيث ان هو المريض يشوف بقيه التكميم بجد. انما لو المريض لا ما عندوش مشكله في حجم المعده وفقط المشكله هي في السكريات والحلويات، هنا يعني هنختار عليه ليبل تحويل المسار، مع التنبيه على المريض بانه الهدف من تحويل المسار مش ان هو يكمل بنفس الطريقه اللي كان ماشي بيها. هنحط عوائق اكتر وعوائق اقوى قدام قدرته على الاكل مزيد من الحلويات والسكر. عايز اوري حضرتك صوره واسمع تعليقك، هي صوره منتشره للاسف. تعال نشوف صوره في كل حته فاست فود. حاجه للاسف الشديد. الصوره دي محترفين اللي عملوها؟ طبعا محترفين، وسعرهم غالي جدا. المصورين متخصصين في تصوير المواد الغذائيه. هو يعني دلوقتي العالم بدا ينتقل الى انه مش عايز اقول بيحاكم الفاست فود، انما بدا في كل المجتمعات دلوقتي علماء الاجتماع بداوا يبحثوا هذا الموضوع. انا كنت في الولايات المتحده الامريكيه، وفي تجارب لطيفه جدا ومثيره للاهتمام جدا حوالين سمه الاطفال والفاست فود في الاطفال. في افكار جديده اتعملت لطيفه جدا. اتمنى ان احنا نشوف في مصر برضو علماء الاجتماع عندنا يبداوا يفكروا في افكار جديده. يعني من الافكار اللي عجبتني هناك ان دلوقتي في مدينه زي نيويورك مثلا، لما تروح مثلا مطعم عشان تاكل اوبن بوفيه ولا حاجه، الاوبن بوفيه ما يبقاش في حته منوره، لازم يكون في حته ضلمه، ومحدش يقعد شايف الاوبن بوفيه، لازم يقعد ظهرك الاوبن بوفيه او الاوبن بوفيه في حته ما تبقاش قاعد شايفه وانت بتاكل. لما عملوا كده ده قلل كميه الاكل 30%. بالنسبه للاطفال في المدارس، في الكانتين بتاع المدارس، بدوا عملوا حاجتين حقيقه مهمين جدا. ده بالقانون
انه الولد لو معاه كارت بيجيب بيه بقيه الاكل، لما ياخد حلويات لازم يدفع كاش، لازم يدفع فلوس. تاني حاجه انه حط الحلويات والحاجات الكويسه، الحاجات الوحشه يعني نقلها من الدور الفلاني نزلها للدور اللي تحت خالص، وبالتالي اجبر الولد انه ينزل على ركبته ويفتح الثلاجه اللي تحت ويطلع منها اللي هو عاوزه. حتى تخيل ده قلل استهلاك الحلويات بنسبه 60%. بنسبه 60%، وبالتالي يعني احنا بالنسبه لنا طبعا بنرحب بالافكار اللي زي دي. الافكار دي الحقيقه اللي عملها في امريكا علماء اجتماع، مش دكاتره ولا حاجه. واعتقد ان علماء الاجتماع في مصر مدعوون برضه ان هم يشاركوا بافكار زي كده من اجل ان احنا ما نشوفش الصوره دي تاني. ضيفي العزيز القيمه العلميه الكبيره استاذنا الايقونه الكبيره والاسطوره الحيه لجراحات السمنه الاستاذ الدكتور احمد ابراهيم، كان في الناس الحلوه. خليكم مع الناس الحلوه. بيصير تورم الاوعيه الدمويه، يعني المفروض ان الاوعيه الدمويه بيحصل لها تورم. ارتباطه مع الحمل ارتباط وثيق ليه؟ لانه بلا شك في الحمل حجم الرحم بيكبر فبيساوت الضغط على الاوعيه الدمويه. كل ده اعراض تقول ان خلي بالك انت في مشكله في الشرج، واي مشكله في الشرج بتبدا في منتهى البساطه، في منتهى منتهى البساطه، وعلاجها بشويه ادويه في منتهى منتهى البساطه في خلال الايام الاولى. بيجيلي ناس تقول لي انا بس حسيت بوجع من يومين، لكن لما نفحصه نقول له انت عندك بواسير بقالها 10 سنين مثلا. الناسور الشرجي الحل الجراحي فيه يمثل الحل الوحيد. الناسور الشرجي من الامراض السخيفه جدا، لانه يمر داخل عضلات مهمه جدا مسؤوله عن التحكم في التبرز. بقى الحل للناسور دلوقتي زي ما نقول حاجه اسمها فيلاك، ان احنا نخش نقفل الناسور ده بدون ما نمس حتى العضلات، ودي حاجه يعني انا نفسي الناس كلها تقرا عنها. الدكتور محمد مجدي النجار استشاري جراحات الشرج والمستقيم، عضو الجمعيه الاوروبيه لجراحات الشرج، مدير مؤسسه هيموكيور لعلاج امراض الشرج والمستقيم. اهلا بكم. موضوع مهم جدا هنتكلم فيه النهارده هو موضوع البواسير. الحقيقه الموضوع ده مرتبط ب يعني موضوع مفهوم منتشر في المجتمع المصري، ناس كتير بتربطه باحداث مهمه. يعني مثلا الحمل، معروف جدا علميا ان الحمل والبواسير الاثنين يعني ارتباطهم كبير ووثيق. البواسير تورم الاوعيه الدمويه، يعني مفهوم ان الاوعيه الدمويه بيحصل لها تورم. ارتباطه مع الحمل ارتباط وثيق ليه؟ لانه بلا شك في الحمل حجم الرحم بيكبر فبيساوت الضغط على الاوعيه الدمويه. حاجه ثانيه الامساك الوارد مع الحمل، ودي نقطه مهمه لازم نقف قدامها كتير. حاجه بقى الهرمونيه المهمه جدا، هرمون البروجسترون بيعلى اثناء الحمل، وهرمون البروجسترون معروف انه بيؤدي الى ارتخاء في الاوعيه الدمويه. فخلي بالك الست الحامل لازم تنتبه لانها اكثر عرضه للاصابه بالبواسير من غير الحامل. الناس اللي بتاخر انها تروح الحمام رغبه يمسكوا نفسهم نتيجه ان هو بيشتغل شغلانه معينه تفرض عليه كده، ممكن يكون ضابط مثلا شرطه او دكتور او مذيع او رجل بيشتغل في مكان مش عارف يسيبه، هو مرتبط هو دلوقتي في وقت الخدمه، فحد بتاع امن بتاع عماره مش عارف ايه مش عارف يمشي، ده عرضه لانه يصاب بهذا المرض، لانه تاخر الذهاب الى الحمام ده من الاخطاء الشائعه. احنا النهارده حوارنا هيكون مثير لانه الموضوع مهم جدا ومنتشر جدا، وضيفي العزيز قيمه علميه كبيره واسم كبير في عالم جراحات الجهاز الهضمي او اسفل الجهاز الهضمي وجراحات الشرج، هو طبعا الضيف العزيز الاستاذ الدكتور محمد النجار. اهلا بيك. اهلا دكتور احمد زاحم، تنورنا. الله يخليك. الحقيقه انا قلت برضو كلام في الاول عن طبيعه الحياه في مصر وطبيعه العمل قبل ما ندخل في التفاصيل المرتبط بالبواسير. عايزك تقول لي بس قبل ما نبدا، ايه هي البواسير وطبيعه الناس اللي بيجي لها البواسير من ناحيه الشغل؟ طبعا البواسير هي تمدد في وعاء دموي، ربنا خلقنا حوالين الاوعيه الدمويه، حوالين الشرج في بعض الاوعيه الدمويه اذا حصل فيها تمدد. اوعيه دمويه زي الاورده اللي في ايدينا دي بالظبط، واحد من الاورده دي عليه ضغط كبير من فوق ينبعج، يبقى عامل زي بالونه كده فيكبر في ده اسمه البواسير. وانا اقول بقى بالتفاصيل ايه هي الحكايه. لكن حضرتك قلت حته حلوه قوي قوي،
احنا بنسميه اللي هو البيزنس مان كونستيبيشن، اللي هو امساك رجال الاعمال او امساك الناس المشغوله على طول. يعني جراح شغال او على طول في عيادته مش فاضي، مذيع قاعد على طول يعني اي حد. احنا بنسجل عادي، بنوقف اي لايف، احنا مش بتوع هوا، احنا العين الغلابه اللي هم بتوع البرامج التوك شو بالظبط. يعني الناس اللي هي على طول اذا جات لها الرغبه في دخول الحمام ما يقدرش يدخل حمام. طبعا زي ما حضرتك قلت كبت الرغبه في دخول حمام من هو يمكن من اهم الاسباب الحقيقه اللي بتخلي الضغط ده موجود فيعمل تمدد في الاوعيه الدمويه، ونشرح ده بقى بالتفصيل ان شاء الله. ان شاء الله نبدا الاول الجزء الاول في الحوار مع واحده من اهم حلقاتنا في الابيض الاسود والرمادي. ابيض اسود ام رمادي؟ البواسير مرض مزمن ما بيفرقش بالراجل والست. طبعا مظبوط. ابيض ابيض. سيدات كتير جدا زي ما حضرتك تفضلت وقلت ان اثناء فتره الحمل طبعا الستات معرضه جدا جدا لهذا المرض المزعج الحقيقه، زيها زي الرجاله طبعا زي ما اتفقنا. هو ما فيش فرق ما بين الراجل والست قوي في الحته دي، الرجاله بيجي لها بواسير والستات بيجي لها بواسير. فهو ابيض، ما فيش فرق خالص ما بين الراجل والست في هذه المنطقه. يعني ضغط الدم العالي ممكن يؤدي الى الاصابه بالبواسير. طبعا اي ضغط على الاوعيه الدمويه سواء كان ضغط ميكانيكي يعني حاجه واقفه فوق الوعاء الدموي عامله له ضغط من فوق فينبعج، او ضغط فسيولوجي زي ضغط الدم العالي او حاجه زي كده. ونلاقيه برضو خلي بالك في الناس اللي عندها الكبد واللي عندها البليدنج تندنسي، او ان هم يبقى عندهم معدل السيوله او جريان الدم كتير قوي، فيمكن الوريد ده او الوعاء الدموي ده لا يتحمل جريان هذا الدم فينبعج شويه. ينبعج او تحصل البواسير نتيجه ضغط ميكانيكي، حاجه واقفه فوق الوعاء الدموي ده مخليه ينبعج زي الحمل مثلا، وجود البيبي في الحوض يعمل كده، او ضغط فسيولوجي زي ضغط الدم طبعا يخلي الوعاء ده ينبعج ويبقى طبعا في بواسير. الحقيقه العلميه تقول انه اكثر من 60% من البوبيوليشن من الشعب او من العالم يعني مصاب او يصاب بالبواسير، الكلام ده صح؟ صح 100%. هو بس بالرقم اللي في التكست بالظبط هو 50%، يعني من كل 10 5 يحصل لهم هذه الحكايه السخيفه. وهنا بقى شوف الحكايه منتشره قد ايه. يعني احنا اذا كنا 100 مليون في مصر، عندنا 50 مليون منهم مش لازم دلوقتي بس على في مرحله من مراحل عمرهم هيحصل لهم مشكله في الشرج. قد تكون بواسير، قد تكون شرخ شرجي، قد تكون نسور شرجي، لكن هيحصل فيه مشكله في الحكايه دي. يرجع لعاداتنا احنا وغيرنا، اقصد عاداتنا كهيومنز كبني ادمين، يعني كانسان في طريقه اكله، في طريقه قعدته، في طريقه شغله وحاجات زي كده. لكن انسنس مخيف يعني 50% واحد من كل اتنين هيحصل له المشكله دي، الحقيقه يخلي الناس تبقى مركزه قوي في الحكايه دي لانها سخيفه ومرض دمه تقيل، واذا حصل بيبقى دايما مقري في المريض ده حتى اذا كان بسيط، يعني دايما مخليه اوف مود كده زي ما بنقول، دايما مش في موده يعني. السؤال الجاي برضو مهم قوي، الحمل من الاسباب الرئيسيه للاصابه بالبواسير. ايوه طبعا، ومفيش حاجه عند الست اخطر عليها غير فتره الحمل. لكن حاجه بتحصل ولازم نبقى احنا نجارد اجينست يعني للسيده الحامل. وهو انا رايي ان دكتور النساء دلوقتي الشاطر بيعمل كده، بيخلي ست ما توصلش الى ان يحصل لها بواسير. يعني حتى اذا بدات تشعر ببعض الهرش او بعض الحكه حول الشرج او بعض الالام سواء داخل او حول الشرج او بعض الافرازات التي قد تكون مدممه، كل ده اعراض تقول ان خلي بالك انت في مشكله في الشرج. واي مشكله في الشرج بتبدا في منتهى البساطه، في منتهى منتهى البساطه، وعلاجها بشويه ادويه في منتهى منتهى البساطه في خلال الايام الاولى. لكن اذا تفاقمت الحكايه بقى بنبدا نخش في اتجاه تاني خالص الحقيقه. فطبعا السيدات الحوامل عرضه طبعا 100% ان نجي لهم بواسير. الامساك الشديد وبرضه الاسهال الشديد قد يكون سبب في الاصابه بالبواسير. طبعا الامساك الشديد لانه بيخلي المريض يعمل ستريننج. المريض المشهد ده المريض ده في الحمام بيحاول يخرج الفضلات مش قادر، فبيعمل ستريننج او الاحساس البريشر او احساس الحزق ده. الستريننج ده او الضغط اللي المريض بيعمله هو ده اللي احنا بنسميه الضغط الميكانيكي، اللي فيه حاجه ضغطه على الاوعيه الدمويه. الضغط ده يخلي الوعاء الدموي اللي ليه قطر معين ينبعك، يبقى عامل زي البالونه. اذا انبعج وبقى بواسير خلاص هو مش هيرجع تاني. وبالتالي البواسير بقى فيها بواسير صغيره وبواسير كبيره، بواسير داخليه وبواسير خارجيه. يعني زي الفيديو الجميل ده، خلي بالك احنا دلوقتي اثناء مرور البراز، اذا كان البراز ده صلب والمريض ده بيحاول يتغور وفي ستريننج او حزق او حاجه، مرور الفضلات هتخلي الوعاء الدموي اللي لونه ازرق ده اللي عمال يكبر 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 خلاص بقى بواسير. دي احنا نسميها بواسير خارجيه لانها تحت الديت لاين او مش في الجزء الداخلي داخل المستقيم.
في بواسير داخليه اللي بتطلع من فوق من الريكتم من فوق الدنتيت لاين من حته جوه الميكوزا. دي بتحصل ليه؟ لان المرور البراز كل شويه عليها نازل نازل بيخلي الحته دي تكبر. فطبعا الامساك من الحاجات اللي تعمل كده. الاسهال بقى يخلي الحكايه دي ازاي؟ في دقيقه واحده من الاستهلاك للغشاء المخاطي من الميكوزا. انا دايما اشبه الحكايه دي، الريكتم ده ميكوزا زيه زي شفايفنا من جوه، زي الانف من جوه او حاجه. اذا واحد جاله برد وعمال راننج نوز كل شويه هيحصل له مشكله. هو بالظبط ده اللي بيحصل تحت. الميكوزا بيحصل لها برضو رافنس بالظبط، وتنشف ويبقى فيها شويه انفلاميشن. اذا حصل ده يبقى ده عرضه جدا انه يحصل له بواسير. طبعا واحنا بنتكلم على البواسير، في كتير من المتهمين، يعني في ناس كتير بتعمل تاخر في العلاج، في متهمين كتير قوي. طب تعال نشوف المتهم والجاني والبريء. جاني متهم ام بريء؟ في معتقد مشهور انه البواسير تؤثر على القدره الجنسيه، اللي عنده بواسير عنده مشكله في القدره الجنسيه، صحيح الكلام ده؟ لا مش صحيح خالص، لكن فيها حته صغيره قوي بس. انه اللي عنده البايلز ده كل شويه هو اوف مود زي ما قلنا، هو مقريف، هو واخد شويه يعني نيجاتيف انرجي كده يعني، هي دي بس الحته يعني. لكن اللي عنده بايلز احيانا اثناء الانتركورس او حاجه يحصل ريفيرال بين كده جوه البايلز بس. لكن هل ليه تاثير مباشر يعني اللي عنده بايلز عنده مشكله في الاريكشن او في الانصاب او حاجه؟ لا مفيش علاقه مباشره الحقيقه، لكن هي كل الحكايه في كده انه اوف مود بس. الكلاسيكيات المصريه او الكلاسيكيات انه حد عنده بواسير عنده الم فبياخد مسكنات، ده متهم ولا جاني ولا بريء؟ لا طبعا جاني. مش معقوله يبقى واحد عنده مشكله كبيره بحجم البواسير، وهي مشكله كبيره لان هي زي ما قلنا هي بتخليك يعني مش انت يعني مش شغال، مش مبسوط، ما بتعرفش تشتغل، ما بتعرفش تتحرك، ما بتعرفش تخرج، ما بتعرفش تروح شغلك. فهي مشكله كبيره عشان كده. لكن هي في الاخر حاجه بسيطه جدا، هو وعي دموي متمدد بنعالجه بمليون طريقه يعني، حتى اذا كان في البدايه حتى بشويه ادويه صغيره جدا يتعالج يعني. فهو بس كده يعني اوف مود يعني، هي بس دي كل الحكايه يعني. إيه؟ من يعتقد او من يقول انه اهمال البواسير يؤدي الى سرطان في منطقه القولون، اللي يقول كده متهم ولا جاني ولا بريء؟ متهم. هي ما بين وما بين لا. هو خلي بالك ان اللي عنده بايلز كل شويه هو عنده احنا بنسميه كرونيك اريتيشن جوه الميكوزا. الكرونيك اريتيشن جوه الميكوزا ده قد يكون سبب لمريض عنده جين كرونيك اريتيشن، يعني حاله فيها التهاب مزمن في الميكوزا، يعني عنده في الميكوزا اللي هو المنطقه المبطنه، الغشاء المخاطي للشركه. الغشاء المخاطي للشرج طول ما هو سليم ومفيش والمريض يدخل يتغوط بشكل سليم خلاص مفيش مشكله. لكن اذا كان دايما في مشكله، اذا كان دايما في وجع، اذا دايما في شويه افرازات، اذا كان ده قد يكون سبب، اذا كان مريض عنده جين انه يحصل له حاجه فيها ليها علاقه بالاورام وحاجات زي كده. طبعا طبعا. ولو تفتكر خلي بالك احنا كنا الكرونيك اريتيشن في المنطقه الاسفل من السفلى من المريء، لما كان المريض يبقى عنده جيرد اللي هو الارتجاع المريء كل شويه، المريض ده عرضه ان مع الكرونيك اريتيشن ده كل شويه يحصل له كانسر لور اسوفيجس، يحصل له سرطان في المريء. فده زي ده بالظبط بالظبط. السؤال برضه مهم قوي قوي اللي جاي دوت، من يعتقد ان البواسير الداخليه اقل خطوره بالبواسير الخارجيه؟ ممكن ليهم بالفعل اجي. لا طبعا جاني. البواسير الداخليه والخارجيه هي حاجه واحده، هو في الاخر ده عنده بواسير. هي الفكره بس هي زي ما شفنا الفيديو من شويه، هي خارجه من فوق يعني من فوق الدنتيت لاين الخط اللي بيبقى متعرج جوه الشرج ده، ولا من تحت؟ هل تفرق في علاجها؟ الى حد ما تفرق في علاجها، لان الانترنال بايلز دي اذا كانت لسه في الاول اللي عنده بواسير داخليه ده تعالج بالدواء بشويه تنظيم لللايف ستايل، تاكل ايه وما تاكلش ايه وحاجات زي كده. البواسير الداخليه اللي هي اللي الناحيه دي اللي على اليمين اللي هي خارجه من فوق الخط المتعرج ده اللي هو عامل زي الثمانيه ده، دي حاجه ممكن تعالج بالدواء في بدايتها. لكن البواسير الخارجيه اللي خارجه بره خالص بقى، اللي المريض بيشعر ان في جزء كبير جنب الشرج خارج ومتدلي بره، لا دي ما تعالجش بالدواء الحقيقه، ويبقى علاجها باستخدام حاجات ثانيه هنقولها دلوقتي. وبالتالي هي الحكايه هنا ان ارجوك اذا كنت عندك شويه الم في حكايه في الشرج في البدايه، لسه حاصل الحكايه دي بقى لها اسبوع يومين كلام زي كده، انت عندك فرصه من ذهب ان الحكايه دي تروح فورا،
يعني في يومين ثلاثه تبقى خفيت وما ترجعش تاني. لكن اذا سبت الحكايه تطورت بقى احنا مش انا مش ساحر يعني مش هلاقي حاجه في ايدي اعملها لك غير ان احنا هنعمل عمليات وحاجات زي كده. فيعني كل ما يبقى المريض يكتشف الحكايه دي بدري كل ما تبقى الحكايه احسن طبعا. من يرى ان الليزر هي افضل وسيله لعلاج البواسير ده متهم ولا جني ولا بريء؟ متهم. خلي بالك رغم ان احنا الحمد لله يمكن من احسن الناس يعني او من اول الناس او يعني يمكن لينا حتى صيت حتى بره خالص في علاج البواسير بالليزر الا ان عمري ما اقول ان كل البواسير ينفع تتعامل او تتعالج باستخدام الليزر. الليزر يقدر يعالج البواسير في مرحله في الثانيه في الثالثه لكن في حاجات بتبقى الحكايه صعبه جدا. الفيديو ده عظيم جدا هيوريك ازاي البواسير بتحصل الجزء المتمدد ده والوعائم ده واللي بدا يخرج ويتمدد وحاجات زي كده. هنبدا ندخل بالبنزول ده العمليه بالظبط يعني دي عمليه البواسير باستخدام الليزر بالظبط. بنخش في حاجه اسمها بروكتوسكوب نشوف المستقيم من جوه وانه وعاء هو المتمدد عشان نعمل عمليه. ثم هنخش دلوقتي بالاوبتيك فايبر او قسطره الليزر جوه البواسير نفسها. كنا زمان نقطع البواسير دلوقتي احنا بندخل جوه البواسير باستخدام الاوبتيك فايبر دي. ليزر راديشن في البواسير بيطلع في شكل كون ما بيطلعش في شكل دائري زي الناسور ولا حاجات زي كده. ده بيطلع في شكل زي في شبه 7 أو 8 او كده. يجلط الدم ده ياخد الميكوزا اللي بتاعت البايل اللي على اليمين وعلى الشمال دي يعملها شرينكج ويقفلها على بعضها. تخرج بالعمليات ايميديتلي للحته اللي كانت خارجه بره ومضايقه المريض او حاجه خلاص ما بقتش ليها وجود. ده هل ده يوجع؟ لا ما يوجعش. هل ده يعطل المريض عن حياته؟ لا ما يعطلوش عن حياته. لاننا ما قطعناش حاجه ولا ربطنا ولا خيطنا ولا حاجات زي كده زي زمان يعني. بقت الحكايه في منتهى البساطه نعملها ودايما نقول للعيان انت هتلعب كوره بالليل يعني. يعني اقل من 1 داي بالظبط. لكن هل هي سحر؟ هل هو المريض يعمل لا يتوجع ولا لحظه؟ لا هو مش سحر هي عمليه. وعمليه بنخش اوضه العمليات ونخرج وكلام زي كده. فيها شويه وجع خفيف خالص. اذا قارنت انا دايما اقارن الحكايه دي ان وجع الجراحه ده 10 من 10 وجع الليزر ده 2 من 10. وجع الجراحه ده يخليك قاعد في البيت 3 4 اسابيع وجع الليزر ده ثاني يوم تروح شغلك. فالحقيقه بقت يعني رفاهيه في هذه الحكايه عظيمه جدا يعني. ايه الاساليب الجراحيه الثانيه او الاساليب العلاجيه الثانيه غير الليزر؟ او تي اتش دي اي تي اتش دي احنا كنا خلي بالك هو وريد متمدد. في دم جاي من فوق عشان الوريد ده يبقى الدم رايح كل شويه فيتمدد فيبقى وعاء دموي كبير اسمه بواسير. بقينا نعمل حاجه اسمها تي اتش دي. الحقيقه ان التي اتش دي استخدامه قبل الليزر بشويه لكنه عظيم جدا جدا. فكرته تعتمد على ان احنا بنربط الوعاء الدموي باستخدام زي ما حضرتك هتشوف دلوقتي. احنا دلوقتي خلاص عرفنا ان احنا عندنا بواسير في كل حته في الشرج عند الساعه 3 و6 و7 و10. هنخش بالمنظار اللي هو جهاز التي اتش دي ده. طبعا ده جهاز ايطالي الصنع حاجه عظيمه جدا ولما عملوه من كام سنه كانوا يعني طالعين بيه السما. دخلنا لحد جوه لحد الوعاء الدموي المتمدد اللي عامل البواسير. هنربطه. ده دم رايح احنا ربطناه غرزه في الثانيه خلاص ما بقاش في دم رايح فخلاص انتهى خالص وما بقاش في حاجه. لكن ده يعتمد ان احنا خدنا غرزتين كده ربطنا بيهم الاوعيه الدمويه. مع استخدام الليزر ما بنربطش اي اوعيه دمويه ولا حاجه. وبالتالي اصبح علاج البواسير يا يعني اما نعمل عمليه جراحيه وبالمناسبه قد تكون ممتازه في بعض الحالات يعني او ان احنا نستخدم الحاجات الجديده زي التي اتش دي طلع بعديه كمان حاجه اسمها ليزر. الاثنين هايلين. احيانا نقرن الاثنين يعني احيانا نعمل تي اتش دي لمريض يبقى عنده بس بواسير كتير قوي او حاجه فنعمل تي اتش دي ثم نعمل ليزر بعدها يعني. اذا هو برضو في الاخر البواسير حاله مرضيه جراحيه كلها تدخلات مفيش اي حاجه ثانيه. اذا زادت احنا قلنا ان درجه اولى وثانيه وثالثه ورابعه. الدرجه الاولى والثانيه تعالج بالدواء ولايف ستايل موديفيكيشن طريقه الاكل طريقه دخول الحمام حاجات زي كده. طب اذا بقى خلاص بواسير من الدرجه الثالثه اذا بواسير خارجه ومتدليه بره زي ما احنا شايفين كده يعني هل يجوز ان احنا ناخد دواء؟ ما احنا يعني لم يفيد بالعقل لم يفيد. البواسير ارتباطها بكثير من الاوهام كتير طبعا. وبعدين برضو لازم نفسر كده وزي نفك الخناقه ما بين الاوهام والشكوك واليقين في الوهم والشك واليقين. وهم شك ام يقين؟ البواسير لا تسبب السرطان، وهم ولا شك ولا يقين؟ شك. احنا اتفقنا ان اذا كان في كرونيك اريتيشن اذا كان في بواسير مزمنه سنه واثنين وثلاثه و10 و20 وما تستغربش من الارقام دي 20 سنه حد عنده بواسير و30 سنه حد عنده بواسير قد تعمل كده. قد الكرونيك اريتيشن ده يعمل كده مش 100% يعني عشان بس مش عايز اقلق الناس يعني مش 100% اذا كان عندك 20 30 سنه بواسير يبقى عندك مشكله. قد يحصل كده اذا كان عندك الجين المسبب للحكايه دي يعني. كل الياف كتير
دي نصيحه طبعا للوقايه من البواسير. طبعا 100%. الفايبرز او الالياف هي مواد غذائيه سهله هضمها وسهل اخراجها. ليه بنقول للمريض كل الياف؟ عشان نبقى في الجري زون ما بين الامساك وما بين الاسهال، لان زي ما اتفقنا ان الامساك يعمل بواسير والاسهال كمان تعمل بواسير. الياف يعني زي ما حضرتك شايفين كده، خضار وفاكهه ونشرب ميه كتير، دي فايبرز، دي الياف. مش معنى كده ان احنا ناكل كده بس، كل زي ما انت عايز. بس انا رايي مثلا اذا فطرنا الصبح ناكل حته جبنه قريش بشويه زيت زيتون بالخس البلدي العيدان ده، عشان نبقى اكلنا فايبرز في الفطار. على غدا نعمل طبق سلطه وناكل اللي احنا عايزينه، على العشاء ناكل كوبايه زبادي مثلا، وناكل فاكهه من الفاكهات الملينه اللي احنا الصبح نطلع نعمل حمام واحنا كويسين. كل اللي انت عايزه، بس ارجوك ابعد عن شويه حاجات، عن المعجنات الكتير جدا، عن الشطه والاكل سبايسي الرهيب ده، عن البهارات الكتير في الاكل. يعني مش لازم تبقى الست عشان شاطره تعمل اكل مليان بهارات قوي، هي الست شاطره اللي تعمل اكل غير بهارات، اللي يبقى يعني طعمه حلو. فالشطه، المخللات، الاكل مسبك بزياده، الحاجات دي هي اللي تخلي الحاجات تزيد شويه. السكر دور خفي مهم جدا في اصابه امراض المستقيم. طبعا السكر بيضعف المناعه شويه عند الناس. المنطقه المستقيم، لا اقصد السكر، مش مرض السكر، السكريات يعني. بالظبط. المنطقه بتاعت الشرج والمستقيم والحته اللي احنا بنسميها البرينيم او العجان او حاجه، هي منطقه الهيجين فيها يمكن مش زي وشنا، يعني ما احناش كل شويه يعني الهيجين فيها عند بعض الناس بيبقى قليل شويه. الهيجين هو نقص بيه نظافه الشخصيه عند الناس، يعني بنعرق شويه وبنتحرك وكلام زي كده. اي حاجه هتضعف المناعه هتعمل كده، اي مرض هيضعف المناعه هتعمل كده، اي اكل، الاكل السويتي والسكريات وحاجات زي كده هيعمل كده. فيعني هنحط السكر طبعا جنب الحاجات اللي هي الشطه والمخللات والحاجات زي كده. ممكن تظهر بواسير من الداخل بلا اعراض. طبعا. يعني ممكن يبقى مرض سايل. طبعا ده هي دي كلمه السر اللي فيه، ان البواسير ليس له عرض كمرض، لكن اذا حصل عليه مضاعفات. يعني عمر ما هيجي حد يشتكي لدكتور في عيادته ان عنده بواسير بس كده، لانها ما بتوجعش. هي هتوجع امتى؟ اذا حصل عليها كومبليكيشن، اذا حصل عليها شويه التهابات فيبقى اسمها انفليمد بايلز، اذا حصل عليها شويه ثرومبوز او تجلط فنسميها بواسير متجلطه ثرومبوزد بايل، اذا حصل عليها قرحه ألسر او حاجه. لكن البواسير بعادتها كوعاء دموي متمدد ده هيوجعك؟ مش هيوجعك الا اذا حصل عليه شويه مضاعفات. فاذا حسيت بوجع فهي في 100% مش عندك بواسير بس، هي بواسير وحصل عليها شويه مضاعفات كمان. يعني انت عديت يا معلم. بالظبط. السؤال مهم بقى، اعراض البواسير قد تتشابه مع اعراض النسور، الكلام ده صح وهم ولا شك ولا للناس هيبقى صح، لكن للطبيب طبعا لا، الاثنين مختلفين تماما. البواسير زي ما اتفقنا، عندك وجع، عندك جزء متدلي جنب الشرج، حته ورمه، حته نسيج بيخرج اثناء التغوط، جزء كبير بيخرج وممكن يرجع تاني في مكانه. هو المريض نفسه بيبقى عارف حتى انه عنده بواسير، قد يصاحب ده بعض الافرازات المدممه، يعني شويه دم كده في الحمام او حاجه. لكن اللي عنده نسور شرجي هو كل مشكلته في التشارج، مش متوجع قوي الا اذا كان الفتحه اللي بره دي قفلت او حاجه فيبقى عمل خراج، لكن مشكلته اكتر في الافرازات. ده اللي عنده نسور شرجي، لكن اللي عنده بواسير مشكلته اكتر في الوجع وفي الدم. اذا هناك فارق بين الاثنين. طبعا 100%. اكتر الاشياء التي استفزتك فيما يتعلق ب او استغربتها مما يتعلق بنظره الناس للبواسير؟ الكسوف. الكسوف طبعا هي يعني مش حاجه بتكسف على الاطلاق، يعني هو مش مرض كمان مش تقدر نغيرها. بس هي مش، هو الناس بتتخيل ان المرض عيب. هو ماشي، هو يتكسف بس ما يتكسفش انه يروح لدكتور. لا طبعا انا اقصد هو بيتكسف انه عنده بواسير. يعني حتى احنا حتى في المجتمع بنتكسف ننطقها، يعني برضو نقول يعني عندنا بواسير دي نبقى يقولنا واحنا مش مؤذين شويه. هي مرض، يعني هي الفكره انه وعاء متمدد، يعني ما هوش حاجه لا تكسف ولا تضايق ولا اي حاجه. هوريك صوره لحاجه ناس بتعتقد انها اسلوب علاجي، يعني تعال نشوف الصوره ديت واسمع تعليقك عليها. ناوي. دي كريمات لعلاج البواسير، يعني حتى مكتوب عليها لعلاج البواسير. ومش عارف عشب ايه في واحد ابيض، في واحد هل في كريمات؟ لا خالص، مفيش دواء، مفيش شوف بقى، رغم كل الاعتقادات يعني، وحتى كل الدكاتره، وحتى انا ساعات اكتب كتير جدا كريمات، مفيش كريم وظيفته انه يضيع الوعاء الدموي المتمدد. في كريم نكتبه لما يبقى فيه التهابات يضيع الالتهاب، في كريم نكتبه لما يبقى فيه تجلط يضيع التجلط، لكن في كريم يضيع الالتهاب؟ لا. يعني حتى وانا بكتب روشته عندي، مفيش كريم يضيع التبادل الدموي. هدفي وانا بكتب روشته عندي ان اذا كتبت كريمات للعيان ان اضيع العرض، شويه الالتهاب اللي عنده، شويه الوجع اللي عنده، لكن هل في كريم يضيع البواسير؟
لا طبعا، والا كان يبقى يعني الكريم ده ثمنه 100,000 جنيه الحقيقه يعني. كلام فاضي يعني. طب تعالى نشوف الصوره الجايه دي، بقى صوره مزعجه جدا. تعالى نشوف الصوره الجايه ودي منتشر يعني، الصوره اللي جايه دي على فكره ناس كتير معتقده فيها اهو، للطب البديهي لسع النحل. اه لسع النحل، لا يخرب بيته ده نحل تلسعه بقى في عينه يعني. لسع النحل بيعمل ايه يعني؟ يعني لسع النحل ده لسع النحل ممكن يكون قاتل. انا ما اعرفش ان في حاجه ممكن تعالج بلسع النحل ده ابدا يعني. لا ما فيش حاجه بتعالج بلسع يعني، بس لسع النحل ده قد يكون قاتل يعني. لو واحد عنده ألرجي طبعاً حساسيه طبعاً، هتقفش القصب الهوائيه ومش قادر ياخد نفسه في لسعه نحل واحده. شوف هو اينما وجد الجهل يعني، اينما وجد ناس شوفوا عامل يعني اعلان الاخر، احنا عاملين لهم اعلان كده زي القناه يعني، عبرت قناه ثانيه اعلان من غير ما تشعر. في قناه مشهوره جدا، قناه سرقت منها حاجات، عملوا لها اعلان علموا العالم العربي كله بدون وعي طبعا يعني هو الناس دي بتتغذى على الناس اللي ثقافتها قليله. وبتلاقي رأي يعني 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 فعلا يعني، لو حضرتك عرفت ان الناس بتيجي تشكر حضرتك قد ايه والله العظيم وحياه ربنا ان انت فعلا بتوريهم حاجات والله العظيم، وفعلا يعني بتعرفهم حاجات الحقيقه. نتمنى ان احنا ما نخطئش ابدا ان شاء الله باذن يعني الله. يعني نتمنى، لانه طبعا الطب يا جماعه زي ما في المجال الطبي في المجال البارا طبي اللي هو زي احنا كده يعني، نتمنى ان احنا بنحافظ نحاول ان احنا، ونتمنى كمان ان احنا نطع مع الفشل والجهل والهبل اللي بيحصل احيانا يعني. في ناس بالمناسبه يعني بتطلع في برامج بتتكلم كلام ليس له علاقه بالطب يعني. في واحد ملوش علاقه مثلا بعالم الذكوره كان بيتكلم لفترات طويله في احد البرامج في احدى القنوات، وفي الاخر تم مقاضاته وهو يعني طلب انه يظهر معانا 20 30 مره وانا رفضت تماما. هو اللي بيحاوره كمان هناك لا مش دكتور ولا عارف ولا فاهم ولا عارف هو بيقول ايه ولا اي حاجه. تنورتني الله يخليك، دايما بتطلع اللي جوه بالظبط. لا هو اللي مش دكتور ولا اخر دكتور، سيبها سودا بالظبط. ما هتخلوناش بعد نتكلم بقى، لا لا كفايه يلا نتوكل على الله. يلا نورتنا يا استاذ محمد، الله يخليك. ضيفي العزيز القيمه العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور محمد النجار كان ضيفي في الناس الحلوه. خليكم على الناس الحلوه. الجسم الذي يعجب الرجل، في الدراسات اللي اتعمل في تكساس الدراسه دي انه الجسم هو الساعه الرمليه، ده من اكثر الاجسام اللي بتعجب الراجل. قلنا مش افضل خالص طول ما هو على عاداته الغذائيه الغير جيده، لان هنا بنضر. ليه بقى؟ هو نفس القصه، بيجي بعد شفط الدهون هرمون الحرق بينشط، فتلاقي حضرتك هو بدا عنده الشهيه بتزيد، وفي نفس الوقت ما بيتخنش ووزنه بينزل، لان بعد شفط الدهون فتره وزنه بينزل. الأستاذ الدكتور عبد الرحمن عوضين، استشاري جراحات التجميل والليزر. بهاء منا عامله ايه؟ نعمه ولا عايزه كارت؟ اهلا بكم. اللي احنا شفناه ده بيحصل كتير قوي، وممكن يحصل بقى مش بالشكل الكوميدي ده، ان الست يبقى عندها ديفو. ما هي دي كل مره بتطلع بنفس الديفو، البطن عندها بطن وجناب وزام زياده قوي، سيوتا بيقول جدا الحاله دي انها تعمل لها شفط دهون او نحت قوام. هي مش هتتبسط ابدا باللبس، مش هتتبسط ابدا بشكلها. ودايما خلي بالكم اللي اخرج الفيلم ده في حته براعه هو عملها، طبعا مخرج هاوي واضح ان اخراج هواه، بس في سنس كويس جدا عند الممثل وعنده هو، يمكن عمله بتلقائيه الممثل انه عينه رايحه للديفو
العين شايفه الديفو كويس جدا، اول ما بتطلع هي بتبص على البطن، اول ما بتطلع تاني بيبص على البطن، كل رياكشناته هو باصص على الديفو. الديفو بيفرض نفسه. على فكره الغريب انه الجسم الذي يعجب الرجل عكس اللي احنا شفناه. الجسم الذي يعجب الرجل في الدراسات دي اتعمل في تكساس، الدراسه دي انه الجسم هو الساعه الرمليه، ده من اكتر الاجسام اللي بتعجب الرجل، اللي هو فيه الخصر رفيع والارداف تتطابق في حجمها مع الجزء العلوي للجسم. ده الجسم الافضل في جاذبيته اللي هي الساعه، عارفين الساعه الرمليه دي بتبقى وسطها صغير، اهي دي الساعه الرمليه. هو ده الشكل الاكثر جاذبيه للرجل. ده في جامعة تكساس. هنفهم النهاردة كيف يتم شفط الدهون وما هو الجسم الذي يعجب الرجل فعلا والذي يعجب المرأة أيضا، مع ضيفي العزيز خبرة علمية الكبير والاسم اللامع في عالم جراحة التجميل، المبدع دائما، الأكاديمي الرائع والجراح البارع الذي يسعدني بعلمه الغزير والذي قدم بعلم غزير جدا شكل رائع جدا لعالم التجميل، الاستاذ الدكتور عبد الرحمن عوضين. اهلا بك دكتور عبد الرحمن، نورنا فعلا. قدمت بسبب هذا العلم الغزير اللي بتقدمه شكل رائع لعالم التجميل، دي حقيقه فعلا. عايز ابدا معاك الاول بالشكل، هل هناك شكل، سؤال قبل ما ندخل في الميجا ليبوسكشن، هل هناك شكل الرجل يفضله فعلا في جسم المرأة؟ هو في شكل بس هو مش شكل ثابت، هو بنعتبره بيختلف حسب الثقافة وحسب الدول أو الأجناس، ولكن في يعني مقاييس نقدر نقول إنها بدرجة ثابتة أو بدرجة مثلا 90% لا ثابتة ما بين الناس، وإن كان ربنا سبحانه وتعالى خالق الجسم كل جزء فيه أنواع، يعني الوجه له كذا شكل، منطقة البطن كذا نوع، البطن كذا نوع، الوجه كذا نوع، لكن لا يختلف أحد على إن لازم في انحناءات في الخصر تبقى موجودة، لازم المنطقة الأسفل الصورة يبقى فيها ارتفاع شوية، لازم البطن في وهي مستوية يبقى فيه انحناءين جمال كده على جانبي خط البطن من الطول للاخر، لازم سنه انحناء جمالي انثوي موجود، حته بقى ان منطقه المؤخره زايده شويه يبقى دي ميول في اماكن معينه، حته الجانبين اللاتينيين والفرقه ده لا يمنع ان في دول هي اساسا رسمه الجسم كده لاسباب هرمونيه، اسباب انفايرمنتال يعني اسباب تاثير الجو، اسباب وراثيه، وهنا برضو دي بنحاول ان احنا دايما نظبطها بقى بايه، بغير الجراحه، عزيز حاجه باللبس كده يعني. هل هناك في العلم الطبي ما يسمى بالميجا ليبوسكشن؟ الميجا ليبوسكشن شفط الدهون بيمر بكذا جزئيه، اول 4 لتر ودي الامنه او لغايه 5 لتر دي الامنه، دي ما بتحتاجش طبعا، كله يحتاج لمهاره كتيره بس ما يحتاجش احتياطات اكبر شويه، وان طبيب التخدير بيرتب في تعويض السوائل، لان غالبا هذه الجزئيه بتتم بامان. من 5 ل 8 لا بتحتاج احتياط اكتر، فوق ال 8 يعني احنا كنا زمان نقول فوق ال 10 لا فوق ال 8 لغايه 13 لتر او 14 لتر، دي لا محتاجه الطبيب التخدير يكون على مهاره كافيه من تعويض السوائل وما يفقدش المريض من السوائل الاساسيه في الجسم مع الجراح، لان هما الاثنين بيشتغلوا في تيم واحد. الدهون زي ما سعادتك عارف اللي احنا بناخدها دي طالع معاها هرمونات وطالع معاها صوديوم وبوتاسيوم واملاح حامه للجسم، مهم قوي ان ده يتم تعويضه بطريقه طبيه سليمه والجراح نفسه يكون امن. بنستخدم تركيزات معينه من سائل بنحقنه علشان يقلل فقدان الدم، مفترض نسبه الهيموجلوبين لما تسقط فيه حد اقصى بعد ال 8 لتر قد ايه ينزله، لكن هي بتتم طبعا ميجا ليبوسكشن بس لحالات معينه باحتياطات معينه، ولازم مستشفى مجهزه، لازم مستشفى مجهز. عايز ابدا اكلمك عن الاحتياجات، امتى نلجا للميجا ليبوسكشن؟ دي بنلجا لها لاسباب، في بعض الناس حضرتك بتلاقي تراكم الدهون وخاصه اللي طولهم زايد شويه، دول ما بيظهرش عليهم السمنه ببساطه، واول ما تظهر يعني الشكل عدم تناسق الشكل بيكون كل مكان تراكم فيه 3 4 لتر، فبتبقى مش هتقدر تعمل له ال 8 لتر مش هيظبطوا جسمه، لان بتلاقي حركة منطقه الجانبين كل جنب فيه 3 لتر زياده، منطقه الفخذ فيه 3 4 لتر زياده، البطن فيها كميه، فده اللي بتحتاج له. وبنحتاج دايما قبل ما نعمل هذه الجراحه بنقول والله احنا محتاجين ننزل وزننا، احنا دايما اي حد هيجي راحه تنسيق قوام بنمشيه لمده من شهر لثلاثه على انظمه غذائيه، مش احنا بنمشيه بس بنصحه دايما انظمه غذائيه مع نظام حياتي انه يتعود عليه. ليه بقى؟ علشان يحافظ على النتائج.
لان في جزئيه مش قليله متخيل ان هو كل ما هيزيد وزنه هيجي يشفط دهون او ينسق قوي. لا هذه النسبه اللي احنا بنيجي نجري لها شفط الدهون بكميات كبيره موجوده، واخد بال حضرتك، وبتزيد قوي في بعض الناس اللي هم عندهم اضطرابات هرمونيه مؤثره على الانجاب او الحمل. هنا بنعمل لهم تنسيق القوام ووظيفيا بيصلح المشكله الهرمونيه اللي عندهم. مين ايه الاماكن اللي بيتم فيها شفط الدهون؟ من اكتر اماكن تراكم الدهون اللي هي تراكم دهون ثابته، بتبقى تراكم وراثي في الجزء الاسفل من الجسم. يعني منطقه المقعده وسلسله الظهر في منطقه الحزام، الجانبين، منطقه البطن، الظهر من فوق، الدراعين، الفخذين من الداخل. ويتراكم بعد كده في اماكن تانية، يصل لمنطقه الركبه، عند بعض الناس في الرقبه، اي مكان في الجسم، حتى الساقين ممكن يتراكم فيها دهون. حتى الذراعين ممكن يتراكم فيها دهون. وهنا دي بنقول ان احنا لو فكرنا ان احنا هنشفط الدهون، يعمل حسابه ان يحافظ على الوزن، بعد كده الدهون هتتراكم تاني. قد يكون في المكان المشفوط ما تتراكمش بكثافه كبيره، لكن ممكن تتراكم في اماكن تانية احنا ما نعرفش نشفطها. وزي ما انت عارف كده، تراكم الدهون مش كله تحت الجلد، ومش كله نقدر ان احنا نشفطه. في حاجات بتبقى ما بين العضلات، وما بيجي هو ينزل بينزل جزء من كتله العضله مش من ايه، من الدهون. اماكن تراكم الدهون بتختلف في الشخص نفسه، وهي بتختلف من شخص لشخص. ممكن نفس الشخص يستجد عنده اماكن تراكم جديده، يستجد اماكن تراكم، اما يبقى يكون شفط ويبقى الجسم عايز يخزن الدهون دي في مكان تاني، ممكن يكملها في الرقبه من ورا، في اعلى الظهر، في منطقه الكتفين. وهنا بقى مشكله الكتفين، من منطقه الكتفين دي مع الظهر من فوق، دي تراكم دهونها مش سهل شفطه، وتراكمها بقى سخيف شويه. تراكم الدهون في الذراعين دي اوقات يوصل لمستوى ان الشخص يبقى عنده الام في 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 الكتفين، واوقات يبقى معاه في الرقبه من التقل بتاع الكتفين مش قادر ان هو يتحرك. هنا نبدا نقول والله لا، احنا اولا لازم يتوقف عن اسباب زياده الوزن، اذا ما كانش بيمارس رياضه، اذا كان بنظمه غذائيه غير جيده. بعد كده نبدا نعمل شفط الدهون بتاعنا. ما بنعملش شفط دهون خالص طول ما هو على عاداته الغذائيه الغير جيده، لان هنا بنضره. ليه بقى؟ لان هو متخيل ان مهما حضرتك قلت له ومهما قعدت معاه، هو زي اللي فرحان رايح يشتري عربيه تقسيط ودفع المقدم وخد العربيه، بعد شهر اتنين بقى وجاي هو يسدد اللي بقى فيه مشكله. هو نفس القصه، بيجي بعد شفط الدهون هرمون الحرق بينشط، فتلاقي حضرتك هو بدا عنده الشهيه بتزيد، وفي نفس الوقت ما بيتخنش ووزنه بينزل، لان بعد شفط الدهون فتره وزنه بينزل عشان نشاط هرمون الحرق. هنا المشكله الكبيره ان يبدا ياكل بطبيعته تاني، وبالتدريج بعد 3 4 شهور يبدا الوزن يتراكم الدهون مره اخرى. عايز اروح لمنطقه مهمه قوي، شفط الدهون. كتير من شباب الاطباء اللي لسه تلامذتك لسه طالعين، يعني بيعتقد انه عمليه سهله. لا، هي عمليات شفط الدهون هي نحت. نحت يعني ايه؟ يعني اعاده تشكيل شكل جمالي. فمحتاجه رقم واحد ابقى عارف الشكل الجمالي الطبيعي ايه للي قدامي ده، زي ما حضرتك قلت، من شخص لشخص. هل هو راجل ولا ست؟ وهل السيده دي رسمه جسمها ايه؟ وانا محتاج انحت فين؟ دي الجزئيه الاولانيه. الجزئيه الثانيه والهامه جدا، حضرتك احنا بنشتغل تحت الجلد في اماكن بنسميها بلايند، اماكن غير ظاهره، اماكن عمياء. فلازم يكون عنده المهاره الكافيه وعارف تشريح كويس، والعين يتفحص ما فيهوش فتق، ما فيهوش اي مشكله. قبل ما احط الكانيولا او الاله اللي هشفط بيها الدهون، لازم العين تتفحص كويس جدا، ما يكونش فيه فتق في اي مكان، ما يكونش فيه ضعف في جدار البطن، لان دي اله على قد ما هي اله بتشفط دهون بس قد تكون مؤذيه. الحاجه الثانيه والاهم جدا، مهم بعد هذه الجزئيه، اكون عارف المعايير الامنه لشفط الدهون. يعني ازاي انا امكانياتي وقدراتي هشفط كام لتر؟ عندي الخبره ولا لا؟ طبيب التخدير اللي معايا يملك الخبره ولا لا؟ وهذا المريض حالته الصحيه تسمح ولا لا؟ مضافا بقى الوحدات الجماليه، يعني اما هتشفط منطقه المؤخره لازم اعمل وحدات جماليه معينه. يعني قليل قوي ما تشوف حد اللي عنده الفينس هول، اللي بيسموها ديمبلز كده، بيسموها انخسافات. انخسافات اللي هي ورا بتبقى عند الراجل اسمها ابولو، وعند الست اسمها فينوس. دي ما بقى حد مدرك القصه دي، هو بيشفط بيشكلها لي مره تانية، ولها دور. يعني هي لها دور مش فقط في الشكل الجمالي، ولكن لها دور في العلاقه بين الرجل والمراه. ما في اماكن في الجسم على المدى البعيد بتختفي دورها او يحصل فيه تعود، لا، الاماكن دي بتنبئ اماكن تانية. ولذلك نرجع نقول
ان القصه مش مجرد انا بشفط بس، لان احنا عاملين دراسه حاجه كده بنسميها هيومن سكس مابينج، اللي هي الخريطه الجنسيه على مستوى الجسم. دي مهمه قوي تبقى مدروسه قبل ما احط غرزه، لان ممكن انا اعمل حاجه تجميليه بس الاختيار ده اغيره لان انا هدمر جزء احساس وظيفي هام جدا اخر. فدي قصه مركبه عايزه وقتنا ندرس شويه، ناخد فترتنا في التريننج، قصة بقى الشغل كتير. ويعني طب انا عايز افهم، نقرب شويه من الحته دي. سكس مابينج دي قصه مهمه ولاول مره نشرها. ندي مثال، انا عايز اكزامبل واحد حضرتك. يعني احنا عندنا المفترض في خريطه جنسيه على مستوى الجسم عارفينها عند كل الناس، اللي خلف الاذن، مقدمه الانف، الدقن، الساق من الخلف. فلذلك العمليات الاصلاحيه ما بنيجي نشيل شريحه، يعني لو في جزء فيه عظم مكشوف، مهم قوي في اختياراتي ابقى حاطط في دماغي الوظيفه ان انا هصلح بس ما افقدش هنا مشكله. يعني اصلح بالحد الادنى من الضرر في الجزء اللي انا واخد منه. واخد بال حضرتك؟ نفس القصه في جراحات تنسيق القوام. يعني انا ممكن ياثر على عصب من الاعصاب، واخد بال حضرتك؟ له دور مهم جدا. زي الفخذ من الداخل. يعني دي لها دور مهم جدا. زي بعض الجراحات اللي بنسميها تجميل المناطق الخاصه، دي لا، دي محتاجه برضو يكون في دراسه كويسه. منطقه الظهر بقى كلها، يعني على جانبي الظهر، الخط بالطول ده، لا دي برضو مناطق لها دور في التمثيل. منطقه الكتفين، يعني تصور اما بنيجي نعمل حاجه لو في مشكله في الرقبه، واخد بال حضرتك، وهافقد جزء من الخلايا من هنا، لا انا عندي الرقبه ممكن اداريها باللبس وبالديكولتيه وبالاكسسوارز، وتلبس اي حاجه تقدر، لكن الكتفين لا. وتاثيرهم الحسي عالي. فمهم قوي القصه دي تبقى موجوده، ان انا الوحدات الجماليه، الوحدات الحسيه ذات الدقه العاليه، لان هي على المدى البعيد لا لها دور، وبتبقى بالظبط زي كيز، يعني مفاتيح كده، مهم تبقى ده في دماغي وانا شغال، واخد بال حضرتك، هديله النتيجه اللي هو عايزها من غير ما افقده وظيفه هامه قد يكون في بدايه الموضوع مش واخد باله. ومن الحاجات اللي بتبقى مزعجه قوي فقدان الاحساس في جزء من الجلد لفتره طويله او عدم عودته، لا دي بتبقى حاجه مش لطيفه. عايز اعرف ان هو عندي فرق بين حاجتين، شفت الدهون واللحت الديناميكي، هل هو نفس المعنى في الاخر ولا فعلا في فرق؟ لا، هو النحت الديناميكي دي فكره طلع بيها بعض الناس كده، يقول ان انا بنحت بطريقه ان انا بعمل في حسابي حركه العضلات، وان الحركه الثابته والمتحركه، ودي قاعده اساسيه في كل من يجري اي تدخل تجميلي، ان هو بيبقى عامل في حسابه ان بيعمل الابعاد كاملة، ارتفاع وانخفاض، وما عامل حسابي ان الشكل الجمالي مش مجرد انا هشفط على هذا المستوى، لا بشكل، ودي اساس من اساسيات شفط الدهون، ان انا بعمل تشكيل او اعاده تنسيق. هي نفسها نفس فكره النحت. النحت يعني انا بيجي لي جزء اصم كده من الصلصال، وبقدر انا اشيل منه الزياده لغايه ما اوصل للشكل الجمالي الاكثر نعوم. مع الحفاظ بقى في البني ادم يختلف، الصلصال ده حاجه جافه. البني ادم او الانسان حامل في حسابي ان في عضله هنا، العضله دي المفترض مع الحركه شكلها قد كده، ولكن هي بتستخدم كطريقه تسويقيه. شفط الدهون في حد ذاته نحت، يعني هو اللفظ العلمي هو لايبو سكالبشر، نحت. فهو ده اللفظ الاساسي، ان احنا بننحت، بشيل الدهون الزايده الجماليه بطريقه ان انا احافظ على الارتفاعات والانخفاضات. مش بشيل دهون وخلاص. ليه؟ لان انا مش بتخلص من دهون، لا، انا حتى لو هو زايد قوي وبشفط حضرتك الكميات اللي فوق الثمانيه، لازم برضه احافظ على الوحدات الجماليه، والا تفاجئ بمشكله حضرتك. يا اما بقى لو سيده تلاقي الجزء ده بقى فلات من الجانبين، مستطيل او مسطح كده، بقى حاجه مش لطيفه، او حصل سقوط في منطقه المؤخره، ده برضه حاجه مش لطيفه. عايز وانا بعمل شفط الدهون اتخيل حاجه بتحصل هي ترهل، او ممكن واحد ما عندوش خبره فيعمل شفط دهون فهيتسبب انه المريضه ترجع بعد شويه تقول لك انا عندي ترهل، بعد ما كان عندي مشكله بروز بس بقى عندي مشكله ترهل. دي بقى عايزه حاجه، عايزه سنه حكمه، يعني نقول دايما احنا في شغلنا زي ما كنا بنتكلم من شويه بنعمل بنوزن، ويينج ذا بروبلم، بنوزن المشكله في درجات اللي هي
قلة مرونة الجلد أو الترهل البسيط للدرجة الأولى والتانية البسيطة اللي هو مش ممسوك زي تانية في إيدينا. لا ده الفيزر أو استخدام الألتر موجات الصوتية. الفيزر ده موجات صوتية بتستخدم بطريقة معينة إنها تصدر حرارة. فهذه الحرارة بتساعد في انكماش الأنسجة الضامة، الخلايا اللي عاملة زي حبال الشراع تنكمش تقصر وبالتالي يقلل جزء من الترهل. الخلايا الإلاستين بتاعة الجلد بتكش نفس فكرة الليزر. الخلايا اللي ماسكه بالانسجه الضامه مع العضله بتكش. بس ده محتاج ايه؟ محتاج اللي هي الدرجات الاولى اللي ما بتحتاجش جراحه. وده اللي هو العيال اللي كنا زمان نقول لحضرتك ايه ده، لا يتشفط لا يتشد ولا يتساب. لو شديته هتحط جرح ما فيش داعي، ولو سبته يبقى انت برضو في سن الترهل. فهو الفيزر هيفيدنا او الالترا ساوند او الموجات الصوتيه هتفيدنا. لكن لو جلد ممسوك في الايد لا، يبقى هنعمل شد، ولو معاه تراكم دهون نعمل شفط. بس هي عايزه زي ما حضرتك بتقول من شويه كده حكمه على اساس الاماكن اللي بتشد الشفط. لازم اكون عارف الترويه الدمويه. كل جزئيه في الجسم لها شريان بيغذيها. المفترض له خريطه برضو محطوط في الاعتبار، زي ما قلنا الخريطه الجماليه، الخريطه الحسيه، في الخريطه الترويه الدمويه. يعني كل جزء الدم اللي واصله فين. فده اما باجي اشفط منه لو في الترويه الدمويه كافيه هقدر اشده. لو الترويه الدمويه قليله ما ينفعش اشفطه اشده. هسمعك سؤال من الشارع. الشارع ساعات اسئلته يعني بتكون لينا احنا مستغربه لمعشر الاطباء، احنا يعني ايه السؤال ده اساسا؟ بس لازم نسمعه. لازم نسمع الشارع. تعالوا نسمع مع بعض. انا عايزه اسال الدكتور سؤال، هو ليه الواحد لما بيعمل جلسات، وانا عن تجربه، ليه بعد الجلسات دي لما بيسيبها المناطق دي بترجع تاني، مش اللي هي الليزر والحاجات اللي بتخسس مناطق معينه، ليه بترجع تاني؟ يعني عشان عن تجربه عايزه افهم ليه. بس سؤال حلو. هي بتسال على الاجهزه الخارجيه. على الاجهزه الخارجيه بتشتغل على الدهون سريعه الاحتراق. احنا عندنا الدهون في الجسم نوعين، دهون سريعه الاحتراق اللي هي الدهون البيضاء، اللي هي لو ببساطه خالص لو سايبين الشوربه تبرد هتعمل طبقه رؤيه بيضاء وتسيح. دي سريعه الاحتراق. فدي اللي بتستجيب للاجهزه. واختراق الاجهزه ايا كان نوعها للجلد لغايه ليميت معين. ودي اللي بترجع تاني. فدي لو هو بدا يعمل اي نظام غذائي هتبدا تنزل معاه، لو رجع تاني هترجع تاني. الدهون الثابته هي اللي بنشفطها. وبرضه حتى لو هيشفط دهون لازم زي ما قلنا كده، زي ما سالت ليه بترجع تاني، لا انا اللي كلت تاني. يعني انا لازم، يعني هي دي نقطه لازم، مش شرط كل، ممكن ما عادش بيعمل رياضه تاني، ما عادش، لازم يظبط نظام حياته بانه النتيجه ايه هو اللي يحافظ عليها. لان ما هيش نتيجه دائمه. حتى لو بنعمل عمليات شد الانسان كل 3 4 سنين بعد فوق ال 40 ده طبيعي، الجاذبيه وتاثير الحراره والكلام ده كله والتلوث بيعمل ترهل في الجلد. ده لا يمنع ان احنا عاد تقسيمنا لمعدلات الاعمار اختلف. يعني كنا احنا لغايه فتره في اوائل الاربعينات ممكن نشد وش، دلوقتي بنستنى لو الامور مستحمله نستنى 55 اوقات 60 لو الامور مستحمله، ونستخدم تدخلات اخرى تقدر تشد الحد الادنى. لان المفترض ده يعني الاعمار طبعا بايد الله، بس المفترض علميا بدات تطول الاعمار، بتلاقي حد بقى 90 حد، فلسه قاعد معاك فتره، وفي حد اقصى انك تشد له مره اتنين بعد كده مرونه الجلد بتلاقي. عايز اروح لمنطقه مهمه قوي، منطقه صعبه، منطقه ظاهره كمان، وفي بعض الحالات زي حالات الخسسان المبالغ فيه في عمليات، او الخسسان الكبير يعني مش مبالغ، مش هنقول مبالغ يعني سيء، هو مطلوب في عمليات التكميم وتحويل المسار، الانسان بيخس كتير فبيحصل ترهل كبير في الدراعين، انا رايح لمنطقه الدراعين. منطقه الدراعين منطقه غير مسكوت عنها، منطقه ما ينفعش العيان يطنشها. منطقه الدراعين لما يحصل فيها ترهل او تراكم دهون بدرجه كبيره، الدرجه الرابعه يعني اول واحد لاربعه. درجه واحد دي بنشفطها خلاص ومش محتاج حاجه تاني، الدرجه الثانيه بنشفطها وممكن معانا الفيزر، هي والثالثه ايه؟ الدرجه الثالثه لا ترهل يتقص، الدرجه الرابعه نقص ونشفط معانا دهون، وهي جرحها حسب افين الترهل. لو تحت الابط هيبقى على شكل هلال، لو واخد الدراع كله لا يبقى على شكل خط بالطول، وهي مش من جروح لطيفه يعني هو ممكن تبقى تحت الابط ودي نسبه مش كبيره، لكن غالبا هناخد الدراع كله. لكن بتحل مشكله، بتحل مشكله ومهمه قوي اما نعملها، نحافظ على استداره للدراع. مش انا بقص حاجه كده ويبقى الدراع مستدير وفجاه في حاجه فلات، لا لازم احافظ على استداره الدراع
وفينا طبعا عصب مسؤول عن الاحساس في 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 الذراعين. لا مهم قوي نحافظ عليه. هل شد الارتف موجود دلوقتي كمان؟ بنعمله. بنعمله بس احنا يمكن كويس وحضرتك اثرت الموضوع ده. احنا في تحذير دلوقتي لان نزلت قصه كده يقول لك بي بي ال ان هو يعمل مش عارف ايه للبرازيلي, يعني يعمل البرازيليان باتوك يشفط شويه دهون واحن حقن منطقه المؤخره, محتاجه دراسه طبيه كويسه قوي تتحقن وكل حاجه, بس عايزه اللي يحقنها يكون حاطط في اعتباره معايير الامان. وطبعا جراحه التجميل كلها معايير امان رقم واحد, ولكن نظرا لان حقن الدهون في هذه المنطقه بدا ينتج عنه على مستوى العالم بعض حالات وفيات, فبدا يبقى التنبيه ان لازم يجريها حاطط في اعتباره هذه المعايير الامان. لكن بتعمل ببساطه, لو بص حضرتك رقم واحد امان, حالة صحية المريض جيدة, مكان مجهز, يبقى كل حاجة تجرب. الدهون اللي انتوا بتشفطوها دي بقت ثروة قومية صح؟ تتحقن تستخدموها. تتحقن بس هو مهم قوي ما ناخدهاش بقى, يعني لو انا هحقن الدهون مهم قوي اخدها الاول حية. يعني ازاي باخد الدهون زي ما هي من غير ما احقن اي سوائل, وتبقى دهون مدممة كده وبصفيها من غير ما اموتها, يعني طريقة تكنيكال يعني. وبتتحقن بس الاماكن اللي بتاخد منها الدهون الثابتة دي حقنها لطيف ويعيش لفترة طويلة. اماكن الدهون البيضة يعني الذراعين من الداخل, الفخذين من الداخل, اسفل البطن, دي دهونها بيضة هتدوب بسرعة. غير كده لا, دهون نقدر نحقنها وتتحقن في اي مكان في الجسم, تتحقن في الوجه, تتحقن في منطقة الدقن, تتحقن في الخدين, تتحقن في مناطق السعادة الزوجية, تتحقن في الثدي, تتحقن في الساقين. بس اهم حاجة زي ما قلنا ما تتحقن في الارداف في المؤخرة, ما تتحقن بمعايير امان, وتتحقن بالمستوى اللي هو برضه نحافظ ان احنا بنلعب في دهون. الدهون على فكره من الحاجات اللي عايزه احترام قوي واحنا بنلعب معاها, يعني سواء شفط او حقن. حضرتك عارف احنا بنقلق من تخش دم تمبون الامبوليزم. طيب يعني هوريك صوره بقى واسمع تعليق عليها. في التعامل مع الدفوهات في فتره ما كانوا بيقولوا انه نتعامل مع الدفو بالطريقه اللي احنا هنشوفها دي دلوقتي, ما يسمى باللف التنحيفي. بيشتغل على مستوى الدهون سريعه الاحتراق, دي حاجه. النقطه الثانيه له دور مش قليل لو بيتعامل معاه, لو بيعمل معاه رياضه فهو بيشجع انه يعمل حاجه زي كده, لكن هو بيحبس حراره ما بيعملش اكتر من كده. لكن ما بيعملش بنخاف ان هو يغمق الجلد طبعا, لان له ثيرمال افكت, تاثير حراري على الجلد. وبنخاف اوقات يعمل ترهلات في الطبقه السطحيه. ما هي دي بنقول عليها انا عايز طبقه رقيقه في الجلد فوق انها تحافظ لي على الشكل, يعني مهما شفطت الجلد نفسه في طبقة الدهون دي هحافظ عليها. ده قد يفقدها على فكرة. يعني ده ما بيخسسش؟ لا لا لا, بيساعد ان هو بقى بيعمل رياضة وبيعمل بتاع بيحبس حرارة بيساعده. لو بيلعب رياضة ما هو كده كده هيخس. ولا يمنعه انه يعمل شفط دهون؟ لا خالص, الدهون الثابته دي هي اللي ما بتنزلش بنقص الوزن. يعني هو اساسا هيعمل انقاص وزن فالدهون مش راضيه تنزل, دي دهون ثابته فخلاص هنضطر احنا نشفطها. يعني اذا هو يعتبر اضر من اكثر منه نفع صح كده؟ انت نورتني واسعدتني وحوار علمي بسعد بيه وبستفيد منه, ببقى انا سعيد جدا وانا تقدم وجبه شهيه من المعلومات. بجد والله العظيم وما شاء الله, يعني زي ما بيقولوا كتاب كبير, يعني مش مرجعيه صغيره, لا ده مكتبه كبيره جدا من المعلومات. كل ما اسال سؤال بلاقي معلومات دقيقه ومعلومات موثقه في عندك, وده شيء معروف من زمان وانا اعرفه عنك كويس جدا. زمالة سين طويله لكن ما شاء الله محافظ على نفس القدره على تحصيل العلم والاجتهاد الكبير في عالم التجميل, شيء رائع جدا. كما قلت انت قدمت وجه جميل جدا لعالم التجميل المعلوماتي الرائع جدا جدا, القيمه العلميه الكبيره. وضيفي العزيز وطبعا زميلي وصديقي العزيز الاستاذ الدكتور عبد الرحمن عوضين كان مبدعا في حواره عن موضوع علمي دقيق للغايه و أكسبه الكثير جدا من المعلومات الهامة للغاية. خلي بالكم من جسمكم وخصوصا في الفترة دي, فورمة الساحل يا باشا, شكل الجسم يا هانم, الفساتين باظت, الفساتين حزن الست على فستان كان حلو عندها ومش عارفة تلبسه نتيجة دفو, حزن لا يضاهي غير ان الراجل ينزل يلاقي عربيته مخبوطة تحت البيت. خليكم مع الناس الحلوة. ان الشخير والخنة اثناء النوم اول مشاكله اعراضه هو التعب, الارهاق, الزهق, الكسل,
النوم. وصلت الشخير اثناء النوم انه يعمل نزاعات على الفراش تصل الى 167 مره في العام الواحد. لو جينا قلنا اللوستين وتاثيرهم على الشخير ديفينتلي مش اقل من 70-80% من الحالات. الدكتور هشام إبراهيم، دكتوراه واستشاري الأنف والأذن والحنجرة، دكتوراه واستشاري العلاج بالليزر جامعة القاهرة، زمالة الجمعية العالمية للشخير وأمراض النوم، زمالة الجمعية الأوروبية للشخير وأمراض النوم، أستاذ زائر بمستشفى رويال كير العالمي بالخرطوم. أهلا بكم. الشخير يؤدي إلى الطلاق، كارثة. لا دي حقيقة. الشخير ده دراسة حديثة عملتها الديلي إكسبريس البريطانية قالت إن الشخير المنبعث من الزوج أو الزوجة أثناء النوم أدى إلى زيادة الطلاق بواقع من 10-15%. أنا في رأيي إن هم كانوا مجاملين، يعني 10% دي أكيد أعلى من كده. وصلت الشخير أثناء النوم إنه يعمل نزاعات على الفراش تصل إلى 167 مرة في العام الواحد. إدوارد مايكل أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بألمانيا قال إن الرجال أكثر شخيرا من النساء بنسبة 3-1، وإنه شخير الرجل أكثر إزعاجا من شخير المرأة. هذه واحدة من القضايا الهامة جدا جدا اللي ممكن تخلينا نقول النهاردة انه موضوع مهم للغاية. النهاردة احنا بنتكلم في موضوع محدش بيتكلم عنه في الاعلام العربي كله غيرنا، اكسكلوسيف، في موضوع مهم للغاية، واعتقد ان انتوا لازم تعرفوه لانه في ناس كتير فيكم لسه ما تعرفش. احنا هنتكلم ازاي عن الشخير النهارده وعن اشياء اخرى. ضيفي العزيز هو القيمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير في هذا المجال، واحد من الضيوف اللي بنعتز جدا بوجودهم معانا، واضاف لنا اضافة هائلة، هو طبعا الاستاذ الدكتور هشام ابراهيم. اهلا بيك يا دكتور هشام. اهلا بيك يا ايمن. الحقيقة انا سعيد جدا بزيارتك لينا، وخصوصا انك اضفت لنا اضافة هائلة في هذا المجال، اضافة متفردة وفي نفس الوقت حتى منطقة في الطب الثقافة عند الناس فيها قليلة شوية، صح كده؟ ده شرف ليا ان وجودي معاك. ولما تكون كمان الإضافة في حتة بقيمة علمية زيك فده بيبقى الإضافة زي ما بيقولوا يعني مباركة. احنا بليست حبيبي ربنا يخليك. ازاي بيحصل الشخير؟ شوف حضرتك، احنا قلنا زي ما قلنا المرة اللي فاتت الشخير هو الصوت العالي أثناء النوم. والصوت العالي ده ممكن يبقى مزعج وبيتطور يبقى معاه توقف للنفس أثناء النوم. الحقيقة الشخير ومشاكله لا حصر لها، وللأسف ناس كتير جدا ما هياش واخدة بالها إن كتير جدا من المشاكل والأعراض اللي هي بتعاني منها بقالها سنين طويلة بسبب الشخير. من ضمن الأعراض اللي احنا بنتكلم فيها كتير جدا إن هي بتعمل إرهاق وزهق وكتمة نفس طول النهار، مبقاش الكثير جدا من العيانين مبقوش عارفين انا تعبان ليه، انا همدان ليه، انا كسلان ليه، وبيتطور الموضوع الى مشاكل في القلب، مشاكل في الضغط، مشاكل في السكر، بيتطور الى مشاكل في العمل، مشاكل مع الزوجة، مشاكل مع الاسرة، مشاكل مع الاولاد. الحقيقة مشكلة كبيرة جدا. لكن النقطة اللي انا عايز اشرحها الحقيقة ان العيان طول ما هو واقف وبيشتغل ورايح وجاي ما بيحسش بالخنقه ولا الشخير الصوت العالي. طب السؤال ليه لما بيبتدي ينام وبيحصل ريلاكسيشن واسترخاء لكل عضلات جسمه بيبتدي يحصل الشخير؟ معانا فيديو ظريف جدا بيبين ازاي الشخير بيحصل. واحنا واقفين كل عضلاتنا بتبقى مشدوده والعضلات بتبقى كويسه زي ما احنا شايفين قدامنا بالظبط، والهواء داخل عادي، داخل عادي لغايه الصدر عادي جدا. الدايره اللي انا حاططها دي هي الحقيقه كلمه السر في موضوع الشخير. كلمه السر في موضوع الشخير هي اللهاء، هي اللوز، هي الحلق، هي سقف الحلق، هي اللسان. الجزء ده تقريبا نقدر نقول 70% من اسباب الشخير بتنحصر فيه. عشان كده واحنا واقفين الاجزاء دي كلها زي ما حضراتكم شايفين بتبقى مفتوحه والهواء داخل. طب لو حصل استرخاء ونوم، نمشي الفيديو ونشوف. هيبتدي بقى العيان نايم
في الاول وهو صحي عادي جدا وبياخد نفسه، مفيش ثواني ويروح في النوم ويبتدي المنظر اللي احنا هنشوفه، اللسان بيرجع بيضغط على الحلق واللوز واللها ويبتدي يقفل. راح فين النفس؟ اتكتم. يبتدي العيان زي ما حضراتكم شايفين بعد فتره الاكسجين يقل، المخ يقول الحقني هتموت، ويبتدي العيان يصحى بالمنظر اللي حضرتك شايفه. عشان كده احنا بنقول الشخير هي بدايه مشاكل لا حصر لها. هل هناك علاقه بين الشخير والتعب والارهاق والدوخه والصداع؟ كل الابحاث العلميه الحقيقه بتقول في اول سطر فيها ان الشخير والخنقه اثناء النوم اول مشاكله واعراضه هو التعب، الارهاق، الزهق، الكسل، النوم. ده اول سطر بنقراه في كل الابحاث وفي كل المجلدات العلميه. يبتدي بعد كده طبعا هذا التعب يترجم. هو السؤال ليه بيحصل تعب وليه؟ زي سؤال حضرتك الممتاز دون، هي كلمه السر عندنا الثانيه في موضوع الشخير، الاكسجين. قله الاكسجين اللي بتوصل لكل خليه وكل عضو في الجسم هي اللي بتؤثر على الجسم كله وبتخليه ضعيف وهزيل وتعبان. الاكسجين هو سر الحياه، اللي هو ده. تخيل حضرتك قاعد في مكان مغلق ومليان بالناس ومليان، ايه اللي بيحصل؟ بتحس الاول بخنقه، الواحد بيحس بتعب، بيحس صداع، بيحس ان تعبان، وهو ده بالظبط اللي بيحصل في عيان بينام بالليل وفاكر ان هو بينام، هو ما بينامش الحقيقه. لكن العيان بينام ايه؟ العيان بينام، يعني الابحاث بتقول ان احنا العيان الشخير لو نام 8 ساعات اكشولي فعليا بيستفيد بساعتين او 3 ساعات من النوم بتوعه. عشان كده بيصحى مرهق جدا، تعبان جدا. معانا بقى فيديو في منتهى الجمال، جبنا عيان وحطينا له قياس الاكسجين في صباعه وابتدينا نقيس له الاكسجين بتاعه وهو قاعد وهو داخل في النوم ولما نفسه اتقطع ولغايه وشفنا الاكسجين بتاعه وصل لكام في الميه. ده عيان قدامنا بالظبط، حطينا له الاكسجين في صباعه وحطينا له حاجه على بطنه هي دي اللي بتقيس الاكسجين. اللي فوق كان الاكسجين بتاعه 90، ابتدى يفضل 85 83 طبعا بعد ما ابتدى يروح في النوم. ابتدى يبقى 68، كل ده في خلال دقائق. واحد تخيل 60 نسبه الاكسجين، 59. طب امتى العيان دون ده كده ممكن يخش في كوما ويموت؟ ده ممكن لو قل على 50 ده بالظبط. كده بص حضرتك 53 حصل ايه للعيان؟ بص اول ما قرب من 50 حصل له الشرقه وابتدى المخ يبعت اشارات ويقول خد بالك لو فضلت اكتر من كده هتموت، انت داخل في غيبوبه. ابتدى ياخد نفسه، رجع اكسجينه 99. عشان كده احنا بنقول الاكسجين بالنسبه لعيان الشخير وهو ده التارجت بتاعنا والهدف بتاعنا من اجراء العمليه. الهدف بتاعنا من اجراء العمليه ان احنا نشوف الاوبستراكشن او السده موجوده فين في مجرى التنفس بتاعه ونبتدي نفكها له بقى، سواء كان بقى في الانف، سواء كان في الحلق، سواء كان في منطقه الحنجره او فوق الحنجره. طرق العلاج والتشخيص. شوف حضرتك التشخيص الحقيقه بيعتمد على حاجتين. احنا حضرتك دكتور وعارف ان التشخيص ده هو الطب كله. انت عشان نوصل عشان نشخص المريض يبقى احنا فعلا حلينا القصه كلها وبالتليفون العلاج. التشخيص هيبقى يعتمد على حاجتين، يعتمد على مهاره الطبيب في الخبرات بتاعته وبيعتمد على الاجهزه الحديثه. عشان كده بفضل ربنا احنا المركز عندنا لا نتوانى ان احنا ندخل فيه اي جهاز حديث سواء فحص او علاج جديد. التشخيص الشخير الحقيقه بيعتمد على ان احنا بنستخدم الجهاز او منظار الفايبر اوبتيك اللي هو الالياف الضوئيه، بنعمل بيه فحص دقيق لكل جزء من اول الانف، مجرى التنفس كله لغايه الحلق، وده كله العيان قاعد على فكره بدون تخدير، بدون حتى ما نقول له اي حاجه، في خلال دقيقتين ثلاثه العيان بيتصور وبنشوف كل حاجه، هو نفسه بيشوف الجزء اللي عامل سده ليه قدامنا على السكرين وبياخد ورقه مطبوع او تقرير مطبوع بصوره بكل الكلام ده. لو كانت المشكله في اللوزتين، نقف شويه قدام اللوزتين، اللوزتين شيء مهم جدا. ممكن يكون مسبب للشخير؟ شوف حضرتك
انا مش عايز اقول ان اللوستين هم السبب الاساسي، لكن احنا عندنا في الشخير احنا بنسميه دايناميك. دايناميك يعني شيء متغير، متغير بمعنى ان احنا عندنا مالتي ليفلز، فيه عندنا مراحل كتير في السده اللي بتؤدي الى الشخير، والتشخيص مهم جدا في حاجه زي كده. ولكن لو جينا قلنا اللوستين وتاثيرهم على الشخير، ديفينتلي مش اقل من 70-80% من الحالات لوز. على فكره ناس كتير جدا اقول لها احنا هنعمل لك عمليه اللوز في الحاجه ابو سينا اللي جبناها المره اللي فاتت 67 سنه وتعمل لها عمليه لوز، لكن ما بنشيلش اللوز عشان هي ملتهبه، احنا بنشيل اللوز عشان اللاكستي بتاعتها، عشان اللوز ابتدت تتحول من جزء او انسجه ماسكه نفسها لانسجه رخوه لينه زي ما بيقولوا ايه، بتقفل مجرى التنفس اثناء النوم وبيبقى سبب اساسي طبعا مع بقيه الاسباب. العلاج بيكون ازاي؟ العلاج الحقيقه احنا من 20 سنه كنا بدانا العلاج بالجراحه، وكانت الجراحه الحقيقه صعبه، خياطه وفتح، وسواء كان بقى بدانا من الانف لغايه، لكن النهارده الحمد لله مرينا بمراحل كتير جدا في العلاج. من مراحل العلاج اللي احنا مشينا فيها الليزر، قعدنا فتره طويله نشتغل بالليزر، والليزر هي جهاز دقيق جدا، شعاع دقيق جدا، وبيؤدي دوره على اكمل وجه. اشتغلنا بالراديو فريكونسي برضه بنفس الى حد ما بنفس كفاءه الليزر، ولكن في اختلافات. لكن الحقيقه احنا لا نتوانى برضه المركز عندنا ان احنا نجيب احدث ما وصل اليه التكنولوجيا في العالم. وانا يعني انا عارف كويس قوي انا بقول ايه، بقول احدث تكنولوجيا في العالم اللي هو جهاز الكوبليشن. جهاز الكوبليشن الحقيقه ده احدث ما وصل اليه التطور العلمي في استئصال اللوز وعلاج عمليات الشخير. النهارده انا معانا فيديو بيبين لما بنشيل اللوز بالطريقه العاديه، ده الفيديو الثاني، انا اسف احنا عايزين نجيب الفيديو الاولاني اللي هو الطريقه الكلاسيكيه العاديه اللي هي ايوه هي دي بالظبط. شوف حضرتك بنشيل اللوز ازاي، سواء كان بالكوتري او سواء بالديستكشن هو التشريح، ده منظر اللوز واحنا بنمسكها، ومنظر الدم اللي بيخرج من اللوز واحنا بنشيلها. الحقيقه يعني قعدنا فتره نشتغل طبعا بالكلام ده، لكن لما يبقى قدامنا جهاز وحاجه جديده وحديثه، شايف حضرتك المنظر عامل ازاي واحنا بنشيل اللوز؟ نزيف طبعا، نزيف طبعا، وهيلينج، وهو ده اللي بيعمل الالم، وهو ده اللي بيعمل مشاكل النزيف بعد العمليه. نشوف بقى الفيديو الثاني ونشوف الفرق الكبير ما بين جهاز الكوبليشن اللي احنا بنشتغل بيه في مش عايز اقول في ثواني، لكن في دقيقه بتكون اللوز اتشالت، ما فيش نقطه دم زي ما حضرتك شايف. ده بيشتغل بالانرجي، لا ده كوبليشن، ده انرجي بيشتغل بالانرجي بالظبط كده. وشايف حضرتك بيعمل بيقطع وبيلحم. الجديد فيه غير الليزر، والجديد في الليزر أو اجدد من الليزر، ان هو بنستخدم الميه للتبريد. فدرجه حراره الليزر بتبقى 500، الكوبليشن درجه حرارته بتبقى 50-60. عشان كده العيان والاطفال الصغيرين بقى اللي زمان بقى خلاص بقى الطرق القديمه بتاعت اللوز ابتدت تندثر، اللي هي بنشيل بالديستكشن، نشيل بالخياطه، نشيل بالكوتري الكي، خلاص بقى. النهارده الاطفال بيجي يعملوا عمليه، ويا دكتور هشام احنا عايزين نسافر، اقول سافر، عايزين نطلع الساحل بكره، اطلع. فين الايس كريم وفين الاكل وفين ال 10 ايام ما تخرجش من البيت؟ القصه دي انتهت تماما. النهارده الحمد لله بالكوبليشن بتتعمل اللوز، بتعمل عمليات الشخير يعني بدرجه من السهوله وبدرجه من الامان، بدون غرز، بدون غرز، بدون الم، بدون مش عايز اقول بدون، لكن نسبه الالم بتقل 80%، عشان يبقى كلامنا دقيق وعلمي. انت نورتنا وشرفتنا واسعدتنا بحوارك العلمي وكاريزمتك الرائعه، يعني زي ما قلت لك احنا محظوظين جدا بوجودك معانا، لانه اول قيمه علميه معروفه وكبيره جدا، بالاضافه للموضوع ما حدش بيتكلم فيه في العالم العربي رغم انتشاره، فاحنا متفردين، ده اكسكلوسيف بقى. حاجه ثالثه مهمه جدا كاريزما، يعني كمان طريقه طرح الموضوع فيه كثير جدا من الامتاع، انا بستمتع جدا بالاستماع ليك، وده شرف كبير لينا. هذه شرف ليا يا دكتور ايمن، انا متشكر جدا، خليكم مع الناس الحلوه. لو ما عوضناش السنه اللي فقدناها هنفقد المزيد من الاسنان. خلي بالكم الاسنان وطب الاسنان بقى ممتع جدا ومثير للغاية، وفي كم فكري جبار. طب الأسنان اللي عجبني فيه رغم ان انا طب بشري انه لازم يبقى فيه ذكاء.
بدا يتراجع شويه مفهوم الهالود سمايل، وبدانا نعمل الوان اكثر طبيعيه. كل الناس تلاحظ ان ابتسامتي حلوه جميل. بس محدش يعرف انا عملت ايه. التقنيه اللي يصلح بيها الانسان سنانه ده فن وموهبه مهمه جدا. كل حد ليه البصمه بتاعته وليه الابتسامه الصحيحه بتاعته. مين الناس اللي فعلا التيجان تحللهم مشاكلهم؟ اكترها بتبقى مشكلات اعوجاج الاسنان المزمنه. الدكتور محمد عاطف استشاري تجميل وزراعه الاسنان، عضو الجمعيه الامريكيه لتجميل الاسنان. اهلا بكم. النهارده هنتكلم في موضوع مهم جدا عن زراعه الاسنان. والحقيقه كل الناس من حقها انها يعني تسال اسئله عديده عن زراعه الاسنان، لانه زراعه الاسنان في علم الاسنان عملت بالظبط زي القفزه بتاعه الموبايل. فجاه كده الجيل بتاعنا كان بيتكلم فيه تليفونات ام سلك، ويشيل التليفون ويقعد يتحرك من الاوضه دي للاوضه دي، وحد يدوس على السلك فيقطع المكالمه. فجاه قالوا لنا ده في موبايل هيتحط في ايدك وتتحرك ويتصل. اول ما مسكناه ما كناش مصدقين يعني، وبجد بجد يعني انت ممكن وانت ماشي كده حد يتصل ترد يرن، مفيش سلك، لا مفيش. زراعه الاسنان كده قفزت قفزه مهوله مهوله. عالم زمان زراعه دي واحد يروح يعمل زراعه اسنان بقى، رايح بقى وقاعد وبتاع وجاي وقلم ويحكي لك، والزرعه فشلت والزرعه رحت تاني الى حاجه في 5 دقائق. حاجه نسبه نجاحها عاليه جدا، التبان طبيعيه جدا، مفيش اي الم، تحس باي الم مؤكده. بس طبعا المحترفين، التكنولوجيا عملت كده، والجيل الجديد في عالم الاسنان الحقيقه تعامل مع التكنولوجيا ب زي ما بيقولوا انصهار كامل، تفاهم كامل، طلع زراعه اسنان رائعه. لكن من حقكم تسالوا، هي زراعه تنفع لمرض السكر ولا ما تنفعش؟ راجل كبير في السن وعايز يزرع كل اسنانه بدل حكايه الطقم المتحرك المزعجه لناس كتير ما بتبقاش توليريتد ليها، وبتبقى شيء مش لطيف ساعات او كتير. الزراعه تنفع للناس اللي عندها مشاكل عظميه لهشاشه عظام حقيقيه، اصل كل الناس بتقول انا عندي هشاشه عظام، يعني مش الشعب كله عنده هشاشه عظام، هشاشه عظام ده مرض خطير. فلكن اللي عنده فعلا هشاشه عظام هتنفعه زراعه الاسنان ولا لا؟ اللي عنده نقص عظام في الفك، ليه احنا بنصر على الزراعه المباشره؟ ايه اللي بيحصل في الوش؟ لو حضرتك ما عندكش اسنان، وطبعا احنا عندنا الشعب الذي يغيب او يعني في نسبه منه كبيره يغيب اسنان الجزء الخلفي، كتير من الناس وبيتفرجوا عليها دلوقتي يقول لك انت عرفت منين؟ السنان اللي ورا دي مش موجوده فعلا، متاكله خلاص اتكسرت مش باينه ورا. هل ديت يعني امان ان احنا نسيبها مش موجوده كده؟ هتضر وشنا؟ هتضر وشك. ازاي هتفهم النهارده؟ النهارده حوار مثير جدا مع ضيف عزيز عليا جدا، اسم متميز وكبير في عالم الاسنان، وبستمتع جدا بحواره العلمي المنمق وادائه الكلينيكي الرائع جدا، ضيف العزيز الاستاذ الدكتور محمد عاطف. اهلا بك يا دكتور. اهلا بك دكتور ايمن. بقيت انا دكتور شبه دكتور اسنان. جدا. رغم انها طب بشري يا جماعه. اهلا بك دكتور ايمن. فزراعه الاسنان، انا عايز ابدا بالحته الاخيره، فقدان الاسنان. انت عارف انه احنا عندنا حكايه الاسنان اللي في الاخر دي بتبقى وقعت وبطنشين وبتاع، ايه اهميه تعويض فقدان الاسنان؟ يبقى انا هبدا بحاجه يمكن عامه شويه اكتر من فكره الزراعه نفسها. انا ليه هعوض سنه او ضرس انا خلعته او فقدته؟ اللي يخليني اركب مكان، رغم ان يمكن اكون بقدر اتعامل مع الاكل بشكل مش سيء، بقدر امضغ بشكل مش بطال، بس ايه اللي يخليني اعوض مكانه؟ الحقيقه لو 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 انا بس عندي الاهميه التجميليه يبقى انا غلطان. احنا عندنا كان اهميه وظيفيه في الاكل، ولازم نبقى فاهمين كمان الجزء بقى المهم قوي، ان الاسوأ لم ياتي بعد. ما هو الاسوأ؟ الأسوأ ان اسناننا في حاله حركه دائمه ومستمره. الحقيقه ده بينتج عنه ايه؟ بينتج عنه ميل
بعض الاسنان على بعض او حركتها على بعض، والحقيقه ده بيتسبب في مشاكل خطيره ممكن تصيب الاسنان، ممكن يتسبب في تسوسات جانبيه بنسميها سكندري كيريز او التسوس الثانوي. يمكن زي ما احنا شايفين في الفيديو الاسنان بالفعل بتتحرك ناحيه بعض وبتقفل المكان، بتحاول تقفل المكان اللي هو مكان السنه المفقوده. على الجانب الاخر لو بصينا في الدروس بيحصل تقريبا معاها نفس الفكره، بنلاقي الاسنان بتحاول تتحرك علشان تقفل المكان اللي فيه فقد السنه او السنه المخلوعه. وده بيتسبب عنه يمكن زي ما قلنا التسوسات الثانويه اللي بتنتج عن كده، وزائد مشاكل كتير جدا بتحصل في الانسجه الداعمه للاسنان. الانسجه الداعمه للاسنان هي المسؤوله عن ان السنه تفضل في مكانها قويه. فده بيتسبب ده التسوس اللي بيحصل وفوق السنه خرجت من مكانها، فده بيتسبب في فقد المزيد من الاسنان. يبقى نبروز الكلام، لو ما عوضناش السنه اللي فقدناها هنفقد المزيد من الاسنان. هو هذا هو الذي يحدث، ان انت هتدخل في زي ما بيقولوا منحدر فقد اسنان. بالظبط، عمال كل شويه تفقد 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 وتقع. بالظبط كده القصه بدات، وصعب جدا ان هي تقف غير بتعويض الاسنان المفقوده. ايه افضل طرق يعني الفهرس او المنيو اللي انتم بتقدموه؟ المنيو ده تعبير لطيف برضو يعني. يعني منيو للمريض، اختار ايه افضل طرق تعويض الاسنان. يمكن انا مش بحب استخدم قوي مصطلح افضل. احنا عندنا بنسميه كيس باي كيس ستادي، يعني لازم نذاكر كل حاله لوحدها. ودايما في عندنا فكره الطريقة الأنسب وليست الطريقة الأفضل. فيمكن الحاجات طرق التعويض القديمة اللي زي التركيبات المتحركة أو الأطقم الجزئية، لو حبينا نسميها تسمية أخرى، دي واحدة من بدايات، زي ما احنا شايفين الصورة اللي فوق على الشمال، واحدة من بدايات التركيب، وبيبقى ليها جزء بلاستيكي داخلي وبتتشال وتتحط. طبعا دي كانت بتسبب في حرج لناس لو فكت منهم خلال الاستعمال. الصورة اللي فوق على اليمين بتمثل الجيل اللي بعد كده من التركيبات، وهو الجسور. وفي الجسور كنا الحقيقة بنضطر نصغر السنة اللي قبليها واللي بعديها علشان نعمل ما يسمى جسر او بريدج، يقدر يركب في المكان ده بتركيبه ثلاثيه فتقدر تعوض المكان اللي ناقص. الصوره اللي تحت هي بتمثل زراعه الاسنان، وهي هنا بتورينا ان احنا عملنا استبدال لجدر الاسنان الطبيعي بجدر اخر صناعي. يبقى هي دي الفكره اللي بتدور حواليها الحكايه، وبعد كده بنحط فوقيها او بنركب فوقيها السنه الدائمه والنهائيه. افضل؟ لا، مفيش حاجه اسمها افضل، في حاجه اسمها انسب. يعني انا ممكن في حالات كتيره ابقى محتاج جسر لسبب مشاكل عظميه شديده او حاله صحيه لا تسمح بالزراعه، يبقى ينفع اعمل جسر. وفي حالات اخرى يمكن احتاج كمان اعمل التركيبه المتحركه الجزئيه. ايه الافضل في رايك؟ الافضل ونيفر باسبل، يعني طالما في الامكان ان احنا نعمل زراعه، طبعا ان احنا نعمل زراعه، لان ده على المدى الطويل افضل، ما بيهددش بقيه الاسنان ان ممكن يحصل فيها مشاكل بعد كده. ف دايما الاختيار بترتيب الافضليه للزراعه ثم التركيبات الثابته ثم التركيبات المتحركه. الزراعه زي ما قلت كده زي الموبايلات، طبعا ده انا جيلي عاش الموبايل التليفون اللي هو البيت. تمام. وجيلي بالظبط. وفجاه قالوا لنا ايه ده، في حاجه اسمها الموبايل وهتتحرك بيه. الزراعه برضو نفس الكلام، كانت الزراعه حاجه صعبه جدا، دلوقتي بقت حاجه سهله جدا. ايه اللي قفز في الزراعه القفزه الكبيره دي؟ مهم قوي ان احنا نقول الزراعه زمان والزراعه دلوقتي. الزراعه زمان الحقيقه كانت اجراء صعب. يمكن التجارب الاولى في الزراعه بدات في اخر السبعينات. دي يمكن معلومه تبقى يعني ناس ما تعرفهاش قوي. في اخر السبعينات بدات فكره الزراعه وبدات تتطور بشكل متسارع جدا، لدرجه ان انا اقدر اقول لك
يعني بشكل كامل ان ممكن كل شهر فيه حاجه جديده في الزراعه. لو بصينا على الفيديو دي التكنيك بتاع الزراعه الحديث اللي بقى لا يعتمد على فتح وخياطه زي ما الناس يعني متصوره. احنا بقينا نعمل مكان بالظبط على قد الزرع ونقفل عليها وفي حالات كتير كمان بنعمل ده بشكل فوري ان احنا نركب التاج النهائي والخارجي. الناس اللي عندها فقد كامل للسنان دول بيبقى عندهم اعتقاد هم نفسهم واللي حواليهم انه زراعه ايه، انت مفيش ولا سنه، انت مفيش فك اساسا. فبالنسبه للناس دي ايه وضعيه الزراعه؟ اغلب الحالات اللي مش بيكون عندها اسنان بالكامل في الغالب بتكون حالات سنها كبير شويه. في الغالب على فكره دلوقتي يمكن بنشوف حالات في الثلاثينات واواسط الثلاثينات من السن ده بيبتدي بسبب تسوسات متقدمه وعدم اهتمام يحصل ان ما فيش اسنان خالص. شفنا الحالات زي كده. ولكن لو افترضنا العدد الاكبر من الحالات هو حالات سنهم كبير شويه بيبقى عندهم ما فيش اسنان تماما، الحقيقه الحاله بتخضع للتقييم. بتخضع للتقييم بمعنى ان بيتشاف مدى جوده العظم اللي عندهم، بيتشاف كمان الحاله الصحيه العامه ليهم، الحاجه اللي محتاجه تتظبط، سكر، ضغط، مشاكل اوستيوبروزس اللي هو هشاشه العظام او ما شابه، كل ده بيتظبط بالتعاون مع طبيب البطنه وبينفع يعملوا زراعه. يبقى قبل كده كان بيبقى صعب جدا للمريض الادنتيولوس او اللي ما عندوش سنان خالص ان احنا نعمل له زراعه، دلوقتي لا بينفع نعمل زراعه في يمكن 90% من الحالات، وبين يوم وليله يبقى عنده اسنان كامله، ست كامله من الاسنان زي ما احنا شايفين. ما يمكن الصوره اللي على الشمال ده فك ما فيش فيه اسنان تماما، في الصوره الوسطى دي احنا حطينا ست غرسات وهنتكلم لسه على الابديتس او الجديد في القصه دي، وبعد كده بنركب على الست غرسات فول سيت اوف تيف يعني 12 او 14 سنه او ودرس. بالنسبه بقى يعني لما يسمى بالزراعه على اربعه في عالم الزراعه، يعني في اللي بنقول اول اون فور بالظبط، الاول اون فور ديزاين يمكن بدانا نتعامل معاه ونشتغل عليه. عايزك تشرحه للناس ببساطه يعني تفهمه يعني ايه اول اون فور، لان احنا قلنا كذا مره لكن الناس برضه لسه ما فهمتوش يعني ايه اول وايه فائدته. يعني الاول اون فور ديزاين في زراعه الاسنان هو طريقه جديده احنا بدانا نستخدمها بالفعل وبدأنا نعتمد عليها بشكل كبير. يمكن قبل كده ما كناش احنا كمان كأطباء كنا حاطينها تحت الاختبار بدرجة كبيرة، دلوقتي بنثق فيها الحقيقة في الحالات المناسبة ليها. الاول اون فور ديزاين او تحميل فك كامل من الأسنان على أربع غرسات أو أربع زرعات، ده هو الترند الجديد في زراعة الأسنان. لو شفنا دكتور أيمن الزرعتين الخلفيتين هنلاقيهم بميل، الميل ده تقريبا بيبقى 35 ديجري 35 درجة، ووجدنا بالبحث وان درجة الميل دي قدرت تشيل حجم اكبر او ضغط اكبر من الاسنان. فاذا بقينا نقدر نركب الفول ست او العدد الكامل للاسنان على الاربع غرسات. طيب بس كده لا، في فايدة مهمة جدا، ان احنا كنا بنخاف الاول من بعض الاماكن الحيويه زي الجيوب الانفيه العلويه او العصب الفكي السفلي اللي كان دايما يعني اغلب الناس اللي كانوا مش بينفع يزرعوا كان بيبقى ده السبب ان العصب الفكي قريب او الجيب الانفي قريب. فلما ظهرت التقنيه بتاعت الاول اون فور ديزاين بقينا نقدر نركب الاربع زرعات بعيد عن المنطقه الخطر وتقدر تشيل الفول سيت اوف تيث، يعني تقدر تشيل عدد الاسنان بالكامل. تعالى نشوف حالاتك بقى، الحالات اللي هي الزراعه، كل حاله وراها قصه. تمام. كل حاله لها قصتها الخاصه بيها. انت قلت جمله في الاول مهمه جدا ان الزراعه تفصيليه. الحته دي عايزين نفهمها للناس اكتر. قصة الزراعة لازم يبقى فيها
يعني مراجعة لكل حالة على حدة في تفاصيل كتير جدا، تفاصيل تكنيكالي يعني ممكن اتكلم على الصورة بشكل مبدئي. احنا عندنا يمكن درسين الاخرانيين، دي نموذج للزراعة الفورية، دي بنسميها المرحلة الجراحية. الصورة فوق يمين دي بدون زرعات، الصورة تحت شمال دي بعد الزرعات بعد 10 دقائق. ويمكن الصورة اللي فوق شمال دي بتورينا المرشد الجراحي. ده شيء كده بيتصنع بالكات كام بطريقة معينة، فبيقدر يدينا بالضبط الأماكن المناسبة لوضع الزرعات. الصورة اللي بعديها دي بعد الزراعة، وهي فكرة الزراعة الفورية. احنا بعد ما حطينا الزرعات فوق شمال قدرنا نحط الابارتمنتس او الجزء الخارجي من الزرعة، وبعديها باسبوع واحد ركب الدرسين الخلفيين. نقدر نشوف من الصورة قد ايه فكرة الزراعة ممكن تبقى زي غير ما الناس متخيلة تماما. ايه عملية جراحية كبيرة؟ وطيب هل بنتوقع بعد اجراء الزراعة نفسه يقول لك انت هتركب لي مسمار في الفك ومتوقع ان انا ما اتألمش؟ ايوه انت مش هتتألم، ايوه انت مش هتتألم، لان الاجراء بالفعل غير مؤلم. بالمناسبه الاعصاب بتاعه اللي بتسبب الالم ليست موجوده في العظم، ما فيهوش اعصاب اصلا. تمام، فانت مش هتحس بالالم. ممكن تشعر في يوم الزراعه ببعض الاحساس بالضغط، انا بحب اسميه ديسكمفورت، يعني بحب اسميه الشعور بعدم الارتياح اكتر، انما الم لا، انت مش هتشعر بالم. فلازم نبقى فاهمين ان كل الابديتس او كل الجديد في زراعه الاسنان بيؤدي انك تعمل زراعه امنه في اسرع وقت وبدون الم. قبل ما نروح للحلقه دي، لو رجعنا سنه معلش الحلقه اللي فاتت، معلش اللي تعبهم معانا شويه جوه، ايه التفصيله؟ انت في سؤال، كل حاله ليها تفصيله معينه، ليها كده تركايه معينه بالزبط. في الدروس الخلفيه ايه اللي لازم ناخد بالنا منه كمحترفين اسنان واحنا داخلين نعمل؟ كمحترفين احنا لازم ناخد الطول وسمك زرعة الأسنان المناسب. طول زرعة الأسنان المناسب ده عامل مهم جدا في نجاح الزراعة وعدم وجود مشاكل أخرى. فأنا لما بقول إن الزراعة هو إجراء غير مؤلم وغير، بشرط إنه تعمل بشكل صحيح مش على المطلق يعني. حاجة تانية كمان، لازم يكون في البلان أو الخطة بتاعتي الدروس المقابلة ليها. هل في دروس مقابلة ليها تقدر تاكل عليها بشكل جيد؟ ما أنا لو عملت زراعة ما فيش فيها دروس يبقى دي نون سيجنيفيكانت، ما لهاش أي قيمة. تمام، فلازم يبقى بلان واضح. الحقيقة دكتور أيمن ده مهم قوي إن أنا أتكلم في الحكاية دي، لأن أنا بشوف إن في حالات كتير من حالات الزراعة مش بيحصل تنسيق ما بين الدكتور اللي حط الزرعات والدكتور اللي بيركب. فبنلاقي زرعات كويسة وفي أماكن وزرعة قوية ومتماسكة، بس ما ينفعش تركب عليها. احنا شفنا كده كتير. فالحقيقة التنسيق وعمل خطة، ودايما حضرتك بتسألنا على قصة التيم وورك. قصة التيم وورك ده أهم جزء فيها، إن يبقى في تنسيق ما بين الدكتور الامبلانتولوجيست اللي هو متخصص في وضع الزراعة والدكتور اللي هيحط التركيبة النهائية، أو لو هو ذا سيم بيرسون، يعني لو هو نفس الشخص يبقى بيعمل خطة واضحة ويقدر يمشي عليها بشكل جيد. يعني مثلا في حالة زي إيه دي أعتقد حادثة. دي كانت حادثة بالفعل. طب أنا عرفت ليه إنها حادثة؟ لانه مش معقول واحد يفقد السنان السنترال من غير ما يكون الجوانب رايحين ويبقوا بالشكل كويس ده، يعني هما سنانه الباقيين كويسين مش وحشين. صحيح، او سنانها الباقيين كويسين مش وحشين. صحيح سنانه. الحاله دي كان فعلا حادثه. والجزء المهم يا دكتور ايمن في الحاله دي، يعني لو حبينا نبص على الفك العلوي هنلاقيه رفيع جدا. العظم الفك العلوي. ومهم ان انا يعني ايه بدون يعني تفاصيل الحاله بيبقى فيها اشعه ثلاثيه الابعاد وتخطيط جيد للحاله. ونفس الشخص راح لعدد من الدكاتره وقال له لا انت مش هينفع لك زراعه لان الفك عندك لا يتحمل الزراعه. لكن الحقيقه ثلاث زرعات
في الاماكن المناسبه للزراعه، وبعد كده عملنا عليهم الثلاث اسنان المفقوده. يعني هو كان دايما الحاله دي بالذات كان يعني اخر قوي تركيبهم، لانه ما كانش عايز يبرد الاسنان الثانيه، ما كانش عايز يبرد الاسنان الثانيه عشان يعمل جسر، تمام. فالحاله دي كانت مناسبه جدا للزراعه، والحقيقه يعني النتيجه تخيل كانت مرضيه جدا جدا جدا. الناحيه التجميليه كمان اللي احنا الجزء الاخير في ايه ده، هل الزراعه واحنا شايفينها دلوقتي في الحاله الثالثه دي التجميل مالوش دور في الزراعه، ولا انا لازم يبقى له دور؟ التجميل له دور، ودور التجميل الحقيقه مش محدود، يعني مش بس في اختيار لون السنه وفي اختيار وضع الزرعات في اماكن مناسبه. ده بيدينا ان احنا نقدر نعمل دايمنشنز او ابعاد مظبوطه للسنه اللي هتركب عليها بعد كده. كتير لقينا زرعات راكبه في اماكن غير مناسبه، فتلاقي الزرع مثلا اللي في النص دي مرحله يمين قوي جنب ال، فهتركب سنه فين؟ يعني مش عايز ادوش الناس بمواضيع تكنيكال قوي او يعني فنيه جدا، بس في النهايه الموضوع لازم يكون متكامل ما بين زراعه الاسنان والتركيب اللي بعديها. انا عايز اتكلم على الحاله دي تحديدا، الحاله دي يعني راح مكان من اكبر الاماكن الحقيقه وبره مصر يعني، ولما جم يزرعوا له الفك العلوي هم قالوا له اه حالتك مناسبه للزراعه، عملوا كراك او عملوا كسر لجزء كده في الفك العلوي بنسميها الكورتيكال بليت، وقالوا له لا خلاص انت مش هينفع تعمل زراعه. ولما جالنا الحقيقه احنا يعني اشتغلنا على الحاله شويه واديناها فتره هيلينج مناسبه، حصل التئام كامل وحطينا ثلاث زراعات بامان جدا، والحمد لله ما اضطرناش نعمل جسر برضه في الحاله دي. الحقيقه يعني انت وجودك اضاف لنا شيء مهم جدا جدا، الهدوء والعلم التوضيحي لعالم طب الاسنان. انت مهتم جدا بالتفاصيل العلميه، وده شيء رائع جدا، وحوارك لا يخلو من نصائح موجهه لشباب الاطباء، وده شيء من سياساتنا احنا في القاهره والناس، ان احنا بنميل قوي ان احنا نفيد شباب الاطباء. احنا الثقافه الطبيه للناس المباشره هي هدفنا الاول، لكن فيها هدف ثاني وثالث ورابع وخامس، وما شاء الله انت بتحقق تقريبا الثالث والرابع والخامس، وكلهم من نصيحه لشباب الاطباء، من توضيح لماهيه صناعه زراعه الاسنان النهارده وضحناها، توضيح لتفاصيل الحالات للناس، وايضا تفاصيل الحالات بمرور كده للمبتدئين في عالم زراعه الاسنان. وباسلوبك الهادئ اضفت لنا حاجه مهمه جدا في علم الاسنان، ممكن جدا الفتره الجايه نستفيد منها اكتر واكتر منك، هي الشرح العلمي التفصيلي، الشرح العلمي التفصيلي. يعني ده شيء انت ان شاء الله نرى ده بشكل 100% ان شاء الله. انا بشكرك على هذه الزياره، وبشكرك على جهدك النهارده، وجودك معانا اضافه كبيره للناس الحلوه، وجود اسم كبير في عالم طب وزراعه وتجميل الاسنان الاستاذ دكتور محمد عاطف في الناس الحلوه. خلي بالكوا الاسنان وطب الاسنان بقى ممتع جدا ومثير للغايه، وفي كم فكري جبار. طب الاسنان اللي عاجبني فيه رغم ان انا طب بشري انه لازم يبقى فيه ذكاء. انا بقول اهو طبيب الاسنان مستحيل ما يكونش ذكي جدا جدا، لازم يكون ذكي جدا. يعني انا من خلال نظرتي العامه يعني ديت شرط اساسي، واعتقد في هذه الحلقات دكتور محمد عاطف هياكد لكم على الحته دي بشرح تفصيلي مهم قوي علمي. خليكم مع الناس الحلوه. كثيرة دلوقتي بتتكلم على انه اللبن ممكن يضر الانسان ما يفيدوش زي ما الناس فاكره، ممكن ياثر على الكلسيوم بشكل سلبي. ازاي؟ اللبن ده بروتين، اول ما يدخل جسم الانسان البروتين دوت بيعمل اضطراب في مستوى الحمضيه والقلويه داخل الجسم. الجسم عشان يستوعب حمضيه بروتينات اللبن لازم يمتص كالسيوم من العظم عشان يعدل الحمضيه بتاعت بروتينات اللبن، وده يخلي ان الكالسيوم في العظم اكيد هيقل. والابحاث بتقول انه ممكن جدا شرب اللبن الكتير يؤدي الى حدوث هشاشه في العظم على عكس ما الناس فاهمه.
We'll be right back.